تعبانة لو مكسور وانت الشفا في ايديك مهموم انا وبرمي كل همومي عليك محتاج انا وعشمان الاحتياجي فيك وفي احتياجي وضعفي برفع صلاتي ليك وانا بصلي واقف عالباب ومستنيك يا سامع الصلاة أنا مشاهدي قناة الحرية ومشاهدي قوة الصلاة بنرحب بيكم في ميعادنا شوية متأخر النهاردة ولينا أسبابنا اللي هنتكلم عليها النهاردة. برحب بكل مشاهد النهاردة بكل كمان اللي تابعوا مؤتمر الصلاة في بيت الوادي بوادي النطرون من أنجح المؤتمرات اللي ممكن العين تشوفها لأن بتقول مجد عليك يورا. نعم احنا بنشوف النهاردة على رأي القسيس سامح لما كنا بنصلي سحابة قدر كف لا احنا شايفين المطر النهاردة. برحب بيكم كلكم وبرحب بكل أحبائنا الركب الساجدة في مصر وبرحب بكل حد على قلبه النهاردة الصلاة لأجل مصر والتنبؤ بالبركة اللي جاية على مصر. مش بنقول وعود في الهوى، احنا شايفين الكلام دوت مكتوب في الكتاب والنهاردة بنصلي بيه والنهاردة كمان مش بس بنشوف نتيجة لا كمان احنا بنشوف نتائج هائلة. وكمان اتقال في المؤتمر دوت لو قطرة دم واحدة كنا بنحزن عليها كان نتيجتها ألفات بيجوا للمسيح أمين. بشكرك يا رب عليها. بشكر كل عيلة قدمت كل قطرة دم كل ألم كل حقيقي وجع قلب دخل ووجع بطن كمان جوع وألم وشدة وضيق مرت بناس كتيرة قوي بس النتيجة النهاردة بتقول حصاد كثير لرب المجد. اهلا بيكم في مجد عليك يورا. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا ساندي. احبائي شركائنا برنامج قوة الصلاة، ربنا بيحط هدف وبيحاول يثقل اولاده اللي بيصلوا من اجل مواصلة الصلاة من اجل هذا الهدف. بيحاول الشيطان بكل الطرق انه يعطلهم وانه ياخدهم بعيد عن الهدف الالهي. عاوز اقول ان الشيطان احيانا بينجح لكن الله ما بيسكتش، الله بيستمر لان الله ناوي على البركه. الله وعد والله عاوز يتمم وعده. عدم امانه الانسان مش هتبطل امانته، يمكن هتعطل شويه لكن الله قاصد قصد عظيم والله ناوي يتمم هذا القصد. ده اللي أنا شايفه وأنا بقرأ اللي بيحصل في مصر. أنا شايف أن ربنا عاوز يبارك المنطقة كلها وطبعا مصر ليها دور كبير جدا جدا لأن فيها كم هائل من الركب الساجدة، كم هائل من القلوب المفتوحة على الرب واللي بتستقبل صوت ربنا. نشكر ربنا من أجل اللي حصل والإنجازات اللي تمت لكن اللي جاي أكتر بكتير. ربنا بيحرك بيصنع أمر جديد، ربنا بيجدد وعوده، ربنا بيوحد قلوب اللي بيحبوه وبيطلب منهم إنهم يقفوا في الصغر أمامه لأنه عاوز يبرق الأرض. اتشجعت جدا وأنا بشوف هذا التجمع الغير عادي وبرضو الكل صرخ يسوع يسوع يسوع. المجد جاي، المجد جاي والبركة جاي. يلا نصحى ويلا نتحد مع بعض ويلا نصلي بقلب واحد
بمثابرة لغاية لما نشوف مجد ربنا. اتحدوا معنا في الصلاة النهاردة، عاوزين نصلي من أجل إتمام مقاصد ربنا في منطقة الشرق الأرض. بركة الرب لهذه المنطقة، مجده مجده يرى يرى على مصر وعلى كل البلاد العربية. أمين يا دكتور، أمين. قصد الرب دايما خير، وقصد الرب دايما بركة ومجد لشخصه. المؤتمر كله كان بيتكلم مش بس خير للأرض وبركة للأرض، لا، إن كل دوت فيتمجد اسمك يا رب لمجد اسم الرب. وكان ده الشعار اللي كان دايما مرفوع في كل وعظة، في كل ترنيمة، في كل صلاة، إن إحنا بنصلي لمجد الرب عشان هو يرد ويقول سأمجد أيضا. يعني كان كل البركة متاحة للكل إن هو يسمع صوت الرب، ومستنيين لسماع صوت الرب إن هو يقول وسأمجد أيضا. فكان قد إيه البركة اللي الواحد مستنيها، إن يسمع صوت الرب. كتير سمع صوت الرب، كتير من النبوات اتقالت خلال المؤتمر دوت، كتير من الرؤية اللي كان بقالها سنين في دول تانية خالص بعيدة زي الصين بتعلن في المؤتمر دوت. احنا صلينا بقالنا 20 سنة نصلي ان احنا نكون واقفين على الارض ديت، وبتحقق لهم الحلم انهم يكونوا واقفين على الارض ديت، ارض مصر. مش بس بنقول مصر، احنا بنكلم كل الدول العربية، لان من هنا هيطلع البركة. لما يبقى في ركب ساجدة للرب في أي مكان في المنطقة دي، الأرض كلها هتتبارك. أمين. إحنا بنصلي وهنفضل نصلي إن مجده عليك يرى. قومي استنيري يا كنيسة. والكنيسة النهاردة قايمة بدور رائع. يمكن في أوقات كتيرة كنا بنحس إن الكنيسة ضلمت أو الكنيسة ما بقتش نور، بس النهاردة بعد المؤتمر دوت قد إيه متشجعين. الكنيسة ليها دور ضخم جدا، وقد إيه الكنيسة صاحية. يمكن أعترض على أن الكنيسة ظلمت، لأن الكنيسة عمرها ما هتظلم. إحنا ممكن نحس أنها ظلمت، لكن هو لكن هي دايما هي الحقيقة أنه مجده عليها يرى. والسبب يا ساندي أن في ركب سجدة قدام الرب. اللي جاي عظيم. المهم ده الشيء اللي عاوز أسأله لك النهاردة، هل يا ترى أنت هتتفرج ولا هتكون مشارك؟ هل يا ترى انت هتتفرج على المجد ولا المجد هيبقى عليك؟ ده السؤال. ايماني وثقتي ان الرب هيعمل عمل عظيم، وايماني وثقتي ان اللي جاي هيبقى اكثر من رائع. احنا شايفين سحابه قدر كف، لكن الامطار هتنسكب بقوه غير عاديه. لكن سؤالنا لكل واحد من اللي بيشاهدونا، هل يا ترى سنكون شركاء؟ النهاردة حطينا عنواننا مجده عليك يرى. هل يا ترى مجد الرب هيرى عليك، ولا أنت هتشوف مجد الرب من بعيد وخلاص؟ أتمنى أنك تتحد معانا في الصلاة وتقول يا رب جهزني واستخدمني. أنا نفسي يا رب أني مجدك يرى على حياتي، وأنا نفسي أني يسوع يتمجد من خلالي ويكون ظاهر وواضح. وأنا نفسي يا رب ما كنش عاطل، لكن أكون مشارك في عملك يا رب. نفسي يا رب أني فعلا أساهم في أني مجدك يرى من خلال حياتي، من خلال خدمتي، من خلال كل ما أفعله. تعالوا بينا نبدأ برنامجنا بأن احنا نقول يا رب منتظرين يا رب المجد يجي علينا. بسم الآب والابن والروح القدس الواحد أمين. يا رب أنا بشكرك من كل القلب لأنك مصر يا رب، مصر على أنك تباركنا. يا رب أنا بشكرك من كل القلب لأنه فعلا أنت لا تنعس ولا تنام. يا رب إحنا أحيانا كتيرة بننام وبننعس، لكن أنت عمرك ما بتنعس ولا بتنام. أشكرك من أجل مقاصدك العظيمة والرائعة يا رب للعالم كله يا رب. أشكرك يا رب من أجل هذه الأيام، الأيام الخاصة جدا اللي فيها مجدك يا رب هيعلم بكيفية غير عادية يا رب. وعلى قد يا رب ما الشر ما هو منتشر، على قد ما هتكسر النعمة. وعلى قد يا رب ما إبليس بيعمل أقصى ما عنده، على قد يا رب ما أنت هتمجد ذاتك يا رب وتعلن عن ذاتك بكل وضوح. يا رب أشكرك أعظمك أباركك يا رب من أجل كل مرة يا رب بتيجي فيها تشجعنا. قد إيه محتاجين لتشجيعك كل مرة يا رب فيها بتيجي تلمع الرؤية من جديد يا رب.
بتزيل يا رب كل غشاوة وتلمع الرؤية من جديد وتعلن يا رب عن إصرارك، إصرارك أن تبارك، أن تبارك بركة عظيمة. مصدقين يا رب أنك هتبارك، مصدقين يا رب أن مجدك هيرى، مصدقين يا رب أن اللي جاي هنشوف فيه يا رب اللي محدش شافه قبل كده. نعم يا رب، الأعمال التي ستعمل أعظم بكتير يا رب من كل ما سمعنا عنه. نثق يا رب أن الوقت اللي جاي هيبقى وقت فيه معجزات يا رب يتمجد اسمك. احنا مش عاوزين المجد يا رب يروح لإنسان ولا أي اسم يتعظم ولا يتمجد، لكن احنا عاوزين اسمك أنت يتمجد ويتعظم يا سيد الرب. يتعظم في مصر، يتعظم في سوريا، يتعظم في ليبيا، يتعظم في اليمن، يتعظم في السعودية، يتعظم في الجزائر، في المغرب، في تونس، في الإمارات، في الأردن. اسمك يا رب يتعظم يا رب في كل بلد، يتعظم في تركيا، يتعظم في إيران. منتظرين اسمك يا رب يتمجد. الكل يهتف باسمك يا رب، يعرفونك، يعرفون اسمك الذي ليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص غير اسمك أنت أيها الرب يسوع. يا رب يا رب، منتظرينك منتظرينك منتظرينك، واثقين انك جاي بمجد عظيم علينا وليك كل المجد. امين.
مبارك شعبي مصر انقذنا فنرفع اغانينا ونرفع اعلام النصر وكلامك يتحقق فينا قلت مبارك شعبي مصر يا رب العالمين سفر أشعيا تعددت تنبؤات أشعيا على مختلف دول المنطقة وكان كل إصحاح برؤية محددة للمنطقة. بعض الناس قالت دي تخص أوقات معينة في التاريخ والبعض الآخر وده اللي تم ترجيحه أن دي رؤية مستمرة وموجودة وهتفضل موجودة وبتحصل طول التاريخ. ولكن اللي يخصنا احنا في الرؤيه ديت واللي احنا شفناه في المؤتمر وخصوصا الخدمه اللي قبل الحلقه النهارده على طول كانت صلاه لاجل كل بلد وكل واحد اعلن انا بحب بلدي. كل واحد زي ما كان كلمات البابا شنوده الرب ينيح نفسه ان هو قال مصر مش وطن بنعيش فيه، لا احنا ده وطن بيعيش فينا. كل واحد جاي من بلد مختلفة أعلن إن هو بيحب بلده. كل اللي جاي من سوريا قال أنا بحب سوريا، أنا بحب لبنان، أنا بحب اليمن، أنا بحب السعودية، أنا بحب ليبيا، أنا بحب السودان، أنا بحب مصر. وتنبئوا بالبركة على كل بلد من البلاد ديت. كل واحد كأنه هو دانيال، كأنه هو أرمية، كأنه هو إيليا اللي واقف الثغر، اللي واقف يتنبأ على بلده بالبركة وبحب الرب ليها وبمجد الرب عليها والبركة اللي هتعم على الناس كلها بسبب وجود هؤلاء الأشخاص في هذه الأرض. في سفر أشعيا برضو كان في نبوءة أو كلام تنبؤ الأشعيا قالوا عن في العموم قالها أنا ذا أصنع أو صانع أمرا جديدا الآن ينبت ألا تعرفونه؟ أجعل في البرية طريقا وفي القفر أنهارا. احيانا واحنا بنبص على بلادنا العربيه وصور الدمار وصور الدم وحجم يعني الفشل في حاجات كتيره جدا وحجم الوقوع الاقتصادي وحجم يعني حاجات كتيره قوي، الواحد لو قاعد يتكلم سلبيا هيعرف يطلع سلبيات كتيره قوي، وخصوصا ان احنا عندنا بما يقارن به عندنا رؤيه نموذجيه في الكتاب لما يريد الرب، فبنلاقي كل حاجة على مستوى الأرض كفر، لكن في البرية الكفر ديت الرب قادر إن هو يصنع طريقا جديدا ويفتح نهر. ولكن هل رؤية الرب دي ممكن تتحقق بالسهولة اللي احنا بنقولها دي؟ وده سؤالي ليك يا دكتور، شايف رؤية الرب شكلها ايه؟ أمين. هو مش هيفتح نهر، لكن هو وعد إنه في القفر أنهار. الحقيقة اللي احنا شايفينه إن ربنا بيوجد أنهار من كل ناحية ومن كل اتجاه، مش نهر واحد. وزي ما كنت بتقولي ان دي مش مجرد رؤية خاصة بوقت معين، لكن ده اعلان عن فكر ربنا، ربنا بيعلن عن فكره. والحقيقة لو رجعنا عدد واحد بره الاعداد قبل الاعداد اللي قريتيها يا ساندي، ربنا بيطلب من شعبه كده لا تذكروا الاوليات والقديمات لا تتأملوا بها. يمكن احنا كتير بنعيش على امجاد الماضي وبنذكر اللي عمله ربنا وبنقول قد ايه
كان ربنا عظيم وقد ايه مجده اعلى. لا، ربنا بيقول انا هعمل حاجه جديده اعظم بكتير من كل اللي فات. في انهار انا هجعلها في القفر، مش نهر واحد. انا ناوي اغرق الدنيا، انا ناوي ابرق الارض، انا ناوي اعمل عمل عظيم. صدقوني هي دي مشيئه ربنا. صدقوني الكلام ده يمكن ليا اكتر من 30 سنه بقوله، وشايف انه بيتحقق خطوه بخطوه. اللي وصلنا له النهارده صدقوني كان من 20 و25 سنه حلم. كانت خدمتنا محدوده، وكان اعلاننا عن مجد ربنا محدود، لكن ربنا عمل تغييرات سريعه جدا 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 تدل على انه ناوي يصنع بركه عظيمه. كان حلمنا ان شويه قليلين يعرفوا ربنا، المسيحيين يتوبوا ويرجعوا، لكن دلوقتي ربنا ابتدى يوضح ان انا مش عيني على دول بس، انا مش حبيت دول بس، انا عاوز الكل. وبدينا نفهم يعني الله يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفه الحق يقبلون. بدل حلم يتحقق، بدل ربنا ينشئ أنهارا في القفار في أماكن كانت جدباء جدا ما فيهاش أي مية، لكن الأماكن الجدباء دي بدأ يبقى فيها أنهار مياه، بدأت القنوات الفضائية تحمل كلمة الله إلى أماكن ما كانتش كلمة الله ينفع توصل لها، لأن الحواجز اللي حطها الشيطان على مدار عقود وقرون كانت حواجز رهيبة جدا، لكن ربنا اخترق الحواجز دي. أنهار مياه متدفقة آتية من قلب ربنا تجاه العطشة والمساكين الذين يطلبون ماء ولا يوجد لهم. ساندي ربنا ناوي يبارك، لكن وهنا بحط كذا خط تحت لكن، أنا دوري إيه؟ ده اللي عاوزين نقوله النهاردة في برنامج قوة الصلاة بعد المؤتمر الجميل اللي كلنا شفناه، والحقيقة اللي أنا شايف إن ربنا عمله علشان يشجعنا، علشان يشجع الناس اللي بتصلي، علشان خاطر يدفعنا لقدام. في ناس بتحبط، وفي ناس بتتفشل، وفي ناس قدام المعوقات والمعطلات بتبدأ تشك، ودي طبيعة الإنسان. يوحنا المعمدان شك، كثيرين شكوا في النص، هل يا ترى ربنا عاوز كده ولا لا؟ فربنا بيجي لأنه عارف ضعفنا فبيشجعنا. المؤتمر ده ربنا عامله عشان خاطر يشجعنا ويشجع الناس اللي حاسة إن التحدي صعب، ويقول لهم أنا صانع أمرا جديدا، لكن دورك إيه؟ ده اللي عاوزين نتكلم فيه النهاردة. مطلوب منك إيه؟ مطلوب من الكنيسة في مصر إيه؟ مطلوب عاوز أقول من الكنيسة اللي في ليبيا. يمكن حد يقول لي فين الكنيسة اللي في ليبيا؟ الله لا يترك نفسه بلا شاهد. يمكن هم سامعيني دلوقتي. مطلوب من الكنيسة اللي في السعودية. حد يقول لي إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنا متأكد إن ربنا ليه شهود أمناء في كل مكان. جسد المسيح لن يحد في مكان، لكن الله ليه ناس في كل قطر، في كل زاوية، في كل مكان، ناس ملكه هيتمم بيهم مقصده. أمين يا دكتور، أنا متفقة معاك. وكمان مش بس كده، الرب لما بيقول مجده عليك يورا، مجد الرب لما بيكون في وسط الكنيسة معنى كده أنه بينقل لها قداسته هو شخصيا. يعني إيه كنيسة مقدسة؟ كنيسة فيها قديسين، كنيسة فيها ناس بيدعوا بالقداسة، هي ديت الكنيسة الحقيقية اللي هتكون موجودة. وده دور اللي الدكتور إكرام بيتكلم عليه، إن من أول حاجة، بس ده نعمة من الرب إن هو بيقدس كنيسته، بيديها إن هي تكون كنيسة مقدسة. من ضمن الآيات المكتوبة برضو في سفر أشعياء، لأنه السفر الإنجيلي اللي بيتكلم عن الرب في إصحاح الرابع، يخلق الرب من كل مكان، من جبل صهيون وعلى محفلها سحابة نهارا ودخانا ولمعان نار ملتهبة ليلا، لأن على كل مجد غطاء. الرب مستني وبيفضل مستني وبيعد إن هو مجده سيرى، ومجده سيقدس، ومجده سيكون زي النار الآكلة. أنت بتقول دلوقتي الكنائس اللي موجودة في أماكن كتيرة، وقلت نصدقه إن الأماكن دي فيها كنائس.
بنعلن ان هي كنيسة واحدة مش كنيسة. انا بتكلم كمنطقة موقع على الارض يعني. امين، احنا عارفين ان في كنايس في المناطق دي سامعانا، وعارفين ان في كنايس متابعانا، وعارفين كنايس مستنيه. مش بتكلم على قوه الصلاه بس، بتكلم على كل قناه بتعلن عن كلمه الرب، هم بيبقوا قاعدين ومستنيينها. يمكن ناس كتيره مش عايزه توافق على الكلام ده، لكن دي الحقيقه، ان الرب لا يترك نفسه بلا شاهد. في ناس مش هتقدر تشوف ده يا ساندي، لاني ده بره دايره مشغوليتها. في ناس ما بتشوفش غير العيان المنظور، لكن اللي بيتعامل مع ربنا والقريب من ربنا، ربنا بيديله استناره مستنير عيون اذهانهم، الذهن بيبقى منور. ويمكن انت اثرتي نقطه في منتهى الاهميه، وهي نقطه القداسه. القداسه التي بدونها لن يرى احد الرب. وهنا عاوز اعرف القداسه بكل بساطه. القداسه هو اني اتخصص للرب. القداسة إني يجي روح قدس يكتب عليا قدس الرب، ده ملك للرب، هذا الإناء ملك للرب، لا من حق الشيطان ولا العالم إنه يستخدمه، لأن ده بتاع الرب. ويمكن لو كملنا الأعداد اللي بنقراها في أشعياء 43، يقول الكتاب في عدد 21، وده مفتاح البركة، هذا الشعب جبلته لنفسي يحدث بتسبيحي. وده اللي ربنا عاوز يقوله للركب السجدة، انتوا شعبي اللي انا جبلته لنفسي عشان اتلذذ بيكم. احنا دورنا ايها الاحباء ان احنا نشبع قلب ربنا. ربنا شايف شرور كتير جدا في العالم، لكن هو صابر على العالم بسبب الشعب الذي جبله لنفسي، ولن يقبل تسبيح الا منه. عندما يتحدث هذا الشعب المقدس المكرس المخصص للرب، سوف يحدث بتسبيح الرب. من فضلك، من فضلك النهاردة افحص نفسك بكل أمانة علشان تتحد معانا في الصلاة بقلب واحد وبنفس واحدة وبفكر واحد. هل أنت مخصص للرب؟ هل أنت مقدس للرب؟ هل أنت ملك للرب بالكامل؟ حط نفسك بين ايدين الرب النهارده، حط نفسك على مسبح الحب، على مسبح التكريس، وقول له يا رب انا ليك رغم كل ما فيها من ضعف. تعال يا رب بنار روحك واحرق كل الشوايب اللي ماليه انائي. يا رب انا عارف ان فيا شوايب كتيره وانا مش قادر اتخلص منها، لكن انا بحط نفسي على مسبحك المقدس ومنتظر نار روحك تيجي تحرق كل الشوايب اللي فيا، تنقيني وتقدسني وتخليني إناء ليك. زي ما قلت وهكرر، الوقت اللي جاي هنشوف مجد ربنا، مجده هيرى على كنيسته الحقيقية. لكن يا ترى أنا ليا نصيب؟ هل مجد ربنا هيظهر في حياتي، هينعكس عليا، ولا أنا في حاجز بيني وبين ربنا هيمنع أن المجد ينعكس عليا؟ أرجوك، أرجوك خليك أمين مع نفسك، وخليك صادق في فحص نفسك، وقول له يا رب أنا عاوز مجدك، مجدك عليا يا رب. النهاردة دي طلبتنا، أنا أملي أني أشوف المجد، أنا عاوز أشوف المجد ومجدك يرى عليا، مش أشوفه بس، لكن الناس كمان تشوف مجدك ظاهر وواضح في كل حياتي. أمين. وأنا كمان بشجع كل حد النهاردة الغير سالك بالقداسة، وإحنا كلنا ممكن كل واحد، أنا أبتدي أنا أولكم، إن أقول أنا غير سالكة بالقداسة، بضع نفسي أمام الرب وقول يا رب نقي فيا كل أمر غير مرضي ليك، وكل أمر بيحيد عن مشيئتك في حياتي، وأي أمر بيحطني في موقف شك مع نفسي ومع عن أمانتك. يعني حقيقي النهاردة لو هو وقت مناسب، وقت إن إحنا نركع وكل واحد فينا يقول له يا رب اجعلني شخص قدوس مقدس لشخصك أنت، إزاي تمسحني مسحة خاصة إن أنا أكون مؤثر في وسط الناس اللي أنا موجود فيهم، إزاي أكون ليا دور ودوري يكون زي الناس اللي بنسمع عنهم وبنقرأ عنهم في الكتاب المقدس، واحد زي بطرس اللي شك في شخص المسيح. وفي نفس احنا بنتكلم على شهر، شهر ونص بعد المسيح مقام بين الأموات وصعوده، أيام قليلة يقف بطرس ويعظ
ويكون في أول وعظة 3000 نفس بيجوا للمسيح، وتاني وعظة 2000 يجوا للمسيح، 5000 شخص بيجوا للمسيح في وعظتين، ويمر على باب الجميل ويرى مريض ويقول للمريض أنا ما عنديش حاجة ديالك، لا فضة ولا ذهب، لكن كل اللي ليا اللي أقدر أقوله لك باسم يسوع المصيري ناصري لك أقولكم. النهاردة السلطان الذي أعطى لبطرس لينا، ولكن إحنا أعمالنا لا تزال غير مؤثرة. برضو بتكلم عن نفسي عشان ما حدش يقول اتكلمي عن نفسك، أنا بتكلم عن نفسي. قد إيه إحنا محتاجين روح الله اللي في حياتنا، اللي يقوم ينشط ويلهب ويشعل جوانا روح الله القدوس لأجل البحث عن مجد الله، ونقول له يا رب مجدنا ليتمجد ابنك فينا، ونقول له يا رب تكون أعمالنا مؤثرة لأن اللي حوالينا مش شايفيننا مؤثرين. ممكن نكون موجودين غير يعني معلنين عن ذاتنا لأن مش قادرين نتكلم، لكن أعمالنا حتى أعمالنا غير مؤثرة. ده معناه إن احنا مفتقدين لروح الله اللي موجود في حياتنا. صلاة النهاردة لأجل كل حد فينا إن يكون روح الله نشيط، يكون روح الله عندنا ملء من روح الله في حياتنا لمعرفة مشيئة الله لحياتنا ولحياة الآخرين. يوم ما نصلي نصلي بسلطان، يوم ما بندي رؤية لقدام ونبوءة لقدام يبقى عارفينها لأن دي رؤية ومشيئة الرب. يكون ملء الرب هو اللي ممشينا، مش احتياجاتنا اللي ممشيانا أو حب ظهورنا هو اللي ممشينا. متفق معايا يا دكتور؟ بنسبة 100%. لو حب ظهورنا اللي بيمشينا أو لو الأمر في مجد شخصي ربنا بيعلنها بكل وضوح، مجدي لا أعطيه لآخر. مش ممكن ربنا يسمح لك إنك تسرق المجد منه، أو يسمح لأي حد أيا كان إنه يسرق المجد منه. دي من النقط اللي في منتهى الخطورة، اللي لازم كل واحد يعني يسأل نفسه بكل أمانة، أنا هدفي إيه؟ أنا هدفي إيه؟ هل هدفي إن رب يتمجد واسمه يتعظم وأنا أنقص، ولا أنا عاوز شوية مجد، عاوز أسرق شوية مجد منه؟ صدقوني هو بيغير جدا على مجده، ومش ممكن مجده يعطيه لآخر. عموما الأعداد اللي بنقراها من أشعياء 43 بتتطرق إلى نفس الأمر، وربنا بيقدم شكوى من البعض إنهم يقول كده: لكن استخدمتني بخطاياك وأتعبتني بأسامك. يا أسامنا بتتعبه، أسامنا بتمثل، أقول إيه، بتمثل عبء على ربنا. عارفين ليه؟ لأنه بيحبنا، لأنه بيحبنا. إيه اللي بيخلي أسامنا تزود العبء عليه؟ إنه بيحبنا. لما تكون بتحب حد ويغلط فيك قد إيه ده بيفرق معاك، لأنك بتحبه، الحد ده غالي عليك. لكن أشكر الله أن العدد اللي بعده على طول بيقول إيه؟ أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي. يعني أنا بمحي ذنوبك عشان خاطري، لأني أنا بحبك، أنا مش عاوز أشوفك ملوث، أنا مش عاوز أشوف الطين عليك، أنا عاوز أغسلك من هذا الطين لأني بحبك، وده لأجل نفسي. أنا أبقى فرحان لما أشوفك أبيض. لو أنت عالق عليك أي طين من العالم، قد إيه قلب أبوك حزين وقلب ربنا حزين، لأنه بيحبك. مش هي دي الصورة اللي عاوز يشوفك فيها؟ هو عاوز يمحو كل الأسام دي ويمحو كل الذنوب وينظفك ويشوفك في أبهى وأجمل صورة. عارفين في السماء هنلبس ثياب بيضاء، ثياب بيضاء ليه؟ لأنه ربنا عاوز يشوفنا في أبهى صورة، ولأن الثياب البيضة دي هتعكس مجده. مجده سيرى عليك عندما تغتسل بدم المسيح، عندما تتقدس، عندما تعزل المرزول من حياتك، عندما تعلن أنك لا تريد إلا مجده، عندما تأتي بكل انكسار تحت قدميه وتقول له رب ذاتي تموت هنا عند قدميك، المهم أنت تظهر وأنت تعلن مجدك. مجد ربنا هيعلن، وهيعلن بكل وضوح. لكن يا بخت، يا بخت
يا بخت المتواضعين لأنهم هم اللي هيشوفوا مجد ربنا، أما المتكبرين مش هيشوفوا مجد ربنا، بالعكس لأن الله يقاوم المستكبرين. خلونا نتواضع وخلونا نقدم توبة وخلونا نحط حياتنا على المذبح، خلونا نقول له يا رب شيل كل حاجز يمنع أن مجدك علينا يرى، وإظهر مجدك علينا الوقت اللي جاي بكل وضوح. أمين في اسم يسوع. الموضوع لسه مخلص ولسه احنا مكملين طول ما حياتنا فيها لسه نفس، وهنكمل، ودي سكة بنبتديها مع الرب. كل واحد ليه الحرية ان هو النهاردة يختار، دي ارادتك انت الشخصية ان انت تختار هكمل مع الرب المسيرة دي ولا لا، ده اختيارك الشخصي. وللعلم الطريق التاني ما هوش طريق لطيف، هما طريقين، يا تمشي مع الرب يا مع ابليس، وملهاش حاجة في النص، وما فيش حاجة اسمها منطقة رمادية، وما فيش حاجة اسمها طريق جانبي، هو يا مع الرب يا مع إبليس. اختيارك النهاردة ده قرارك، وده سكة هتاخدها من الأول. المسيح ما وعدش إنها تكون حاجة رائعة، ما قالش ده هيكون مزين ليك، بس هو وعد إن هيكون كل احتياجاتك ملباه، كل هذه تزاد لكم. هنكمل مع بعد التليفون الجاي. معايا الأخ عبد المسيح من فرنسا، أهلا بيك أخي. صباح الخير لكم ومساء المسيح. أمين. مساء الخيرات عند حضرتك، أهلا بيك. هذا البرنامج الرائع. اسمعي يا أختي ويا أخي، أنتم اللذان تقدمان هذا البرنامج، لن أنسى عمل أبونا مكاريونا بصلواتي في الترميم التي يقول فيها يا كنيسة المسيح فيك أشعيا يسيح، أوسعي باب خيمتك ولتبسط تائر بيعتك. هذا الدعاء استجاب، وصلوات أبونا القمص زكريا بطرس، وصلواتكم أنتم المصريون، أنتم ستبقون دائما أساتذتنا، أساتذة ينفعنا في المسيح. النور يخرج من عندكم. عاوز اسال حضرتك، حضرتك منين؟ فرنسا. لا منين جنسيتك؟ وانا جاي للكلام. اما بعتذر لحضرتك ما سمعناش، هو حضرتك منين؟ مغربي. مغربي. اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك. وانا دائما اتصل بالفضائيات لكن غير معروف. رب المجلس العلمي الاعلى لعلماء المسلمين في المغرب افتى فتوى السنه الماضيه ضد العابرين، وهذه الايام عاد وافتى فتوى ضدها، هذا مجد الرب وثروتكم. فاصبح العابرون في المغرب يتمتعون بالحريه الدينيه في المسيحيه. امين. طيب ما تفرحنا باختبارك، احنا عاوزين نعرف انت نور الرب اشرق على حياتك ازاي؟ اشرق نور الرب منذ 4 سنوات تقريبا. ازاي فرحنا؟ مين اللي كان سبب؟ سبب كان مصري متخرج من الكنيسه المرقيه الطبيه، وهو انا اسميه الكاروز الاكبر، العلامه الدكتور القمص زكريا بطرس. وكانت فعلمني المسيح، يعني ادخل المسيح في قلبي بسبب يعني حلقات في الاكاديميه العلميه، وشاركه في ذلك ابونا مكاري بكل يعني الاجتماعات الروحيه، كان يطلعني للسماء، ولا زال يوم الاحد انا مواظب على درس كتاب. وبرنامجكم هذا ايضا اتعلم منكم واتعلم من كل سبحان الله، انا لست ادري لماذا يؤثر علي كلام واحد مصري او مصريه لما يتكلم عن المسيح، ما عرفتش ليه. انا لكن هناك نور يخرج من مصر. امين. لا انا عاوز اقول لك حاجه اخويا الغالي، ما فيش فرق بين مصري ومغربي في المسيح، كلنا واحد في جسد المسيح. اهلا بيك معانا في جسد المسيح، واهلا بيك ايضا معانا شريك في برنامج قوه الصلاه. احنا كمان بنتبارك باخوه جزائريين ومغاربه عندنا، يعني اخوه غاليين على قلوبنا جدا من المغرب. انا عاوز اسالك بقى سؤال، بعد ما نور المسيح نور حياتك
والنهارده بنتكلم على ان مجد ربنا هيرى على بلاد كتيره، على بلاد عربيه كتير. ايه رؤيتك للمغرب؟ شايف ربنا هيعمل ايه في المغرب؟ وانا واثق ان ليك اهل وناس وقرايب، ونفسك زي ما انت تعرفت على المسيح سيزداد نور في المغرب، سيزداد ويزداد ويزداد. امين. المغربي صلوني، انا مريض شويه عن اشوى. انا لي فكره، نحن نريد ان نؤسس مجلس وطني للمسيحيين معترف به كجهاز من اجل الدوله. امين. يا ريت يا ريت. واحنا هنتبنى هذا الامر في برنامج قوه الصلاه. اخويا سمير عبد المسيح، اخويا عبد المسيح، اخويا عبد المسيح، طيب اجتاحت معايا في الصلاه دلوقتي، تعال نصلي من اجل المغرب، وتعال نصلي من اجل المجلس اللي انت على قلبك وعلى قلب كل احبائنا في المغرب انهم ينشوا. احبائي، ربنا بدا شغل في بلاد المغرب العربي، ربنا عمل افتقاد للجزائر، سمعنا عن يعني نهضات، افتقاد للالاف، عاوز اقول للملايين في الجزائر. ربنا واضح انه شغال كمان في المغرب، وهنصلي من اجل تونس، لكن خلي الوقت اللي جاي نتحد مع بعض ومع اخونا عبد المسيح من اجل عمل ربنا في المغرب، من اجل القوانين تتغير، من اجل ان يبقى في حريه، من اجل ان الناس تقدر تعبر عن ايمانها وتعبر عن النور اللي دخل في حياتها بمعرفتها للمسيح. تعالوا نصلي مع بعض من اجل المغرب. يا رب احنا بنشكرك من كل القلب يا رب، من اجل افتقادك ومن اجل مجدك يا رب الذي يرى الان وبكل وضوح. اشكرك يا رب من اجل اخويا عبد المسيح يا رب، ومن اجل افتقادك لحياته، ومن اجل انك نقلته يا رب من الظلمه للنور. بسالك يا رب من اجل المغرب ومن اجل كل مغربي يا رب، انك تصنع افتقاد يا رب، وانك تكمل عملك. بنتحد مع بعض بقلب واحد يا رب، وبنقول لك يا رب اعمل يا رب، اعمل عمل عظيم هناك. غير يا رب المبادئ وغير القوانين، اذا كانت هناك قوانين يا رب بتعطل عملك يا رب، قوانين بتقف يا رب قدام ان الناس تعرفك، من فضلك بدل القوانين وغيرها يا رب. اذا كانت في قوانين يا رب بتقف قدام الناس تشهد عنك وتشهد عن محبتك وتشهد عن النور اللي دخل حياتك، الناس تقول ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب بعد ما يكونوا دقوك ودقوا حلاوتك. من فضلك يا رب غير هذه القوانين وبدلها، وشيل يا رب كل القوانين اللي بتعطل يا رب، بتعطل عملك وبتعطل الشهادة ليك. بنتحد كلنا يا رب وبنطلب بركة 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 للمغرب، ملايين يعرفوك يا رب من المغرب، وليك يا رب كل المجد. آمين. أخوي عبد المسيح أهلا بيك، شريك معانا في برنامج قوة الصلاة. نعدك إن إحنا نواصل صلاة من أجل المغرب، وعاوز أقول لك إن زي ما المصريين كانوا سبب بركة في حياتك، في مغربيين كانوا سبب بركة في حياتنا، وإنت كمان تكون سبب بركة في حياة مغربيين وملايين المصريين. الرب معاك يا أخ عبد المسيح. في اسم يسوع ويشفيك يا أخوي الغالي، وربنا يتمم شفاء معاك. معايا كمان الأخ بيتر من مصر، أهلا بحضرتك. مساء الخير يا مساء النور، اهلا بيك يا دكتور عصام. اهلا بيك يا اخي بيتر. كتير جدا في حاله انقطاع عن مشاهده البرنامج والمداخلات معاكم. بدايه بس انا هعتذر عن طول المداخله بتاعتي لان فيها اختبار رائع. اتفضل اتفضل. يا ريت. طبعا انا من العابرين، وانا عابر من سنه 2011. انا كنت مريض في الفتره اللي فاتت بازمه صحيه، ولما رحت للدكتور اكتشفت ان انا عندي ضيق في الشرايين التاجيه وقصور في عمل الشرايين التاجيه. انا ما اهتمتش ووصلت حياتي بشكل عادي وبدون اي مشاكل، الى ان لقيتني في يوم من الايام، يوم خميس بالليل، بوادر جلطه، وانا ما كنتش اعرف ان دي جلطه. فانا فضلت لحد الصبح اتالم لحد ما رحت المستشفى، وبمجرد ما دخلت المستشفى قالوا دي جلطه، وازاي انت تستنى من بالليل لحد الصبح. بعد ما عملوا أفطار على الشريان التاجي، الدكتور كان خارج شكله يعني منفعل جدا ومتضايق. في يا دكتور؟ قال لي انا هفرحك، الشريان التاجي عندك متدمر بطوله يا رب تماما. سنك كم سنه يا بيتر؟ سنك كم سنه؟ 46 سنه. انت صوتك صغير يا بيتر حقيقه.
ربنا يخليك. ربنا عاوز يباركك يا بيتر، ربنا عاوز يباركك، كمل. وانا واثق ان ربنا بيعمل كده، البركه عظيمه لحياتك. امين. فقال الشريان متهتك جدا ومليان جروح ومتدمر تماما، انا مش عارف اعمل فيه اي حاجه، انا هديك علاج لمده شهرين وبعد شهرين هنحاول ننقذ اللي يخف من الشريان. وان كنت اعتقد بصراحه ان الامور مش هتكون سهله. انا ما يأستش من الموضوع دوت، ووظبت على العلاج واستمريت على العلاج وعلى الطلاق. وقبل ميعاد العمليه اللي حددها لي الدكتور او ميعاد المتابعه بثلاث او اربع ايام، غلبني الشيطان وحسسني ان انا هموت. فبقيت حاسس ان انا هموت، وكنت في حاله انهيار تام وبكاء مستمر، لحد ما اتصل بي احد الاصدقاء وصلى لي، وبدات اصلي وبدات احس بسلام واستعيد سلامي. شكرا. ونهرت الشيطان واتصلت باحد القنوات الفضائيه وحكيت المشكله للاسيس عصام حداد، وقلت له ان انا حزين مش عشان الحاله الصحيه اللي انا فيها، انا حزين ان الشيطان غلبني في الفتره اللي فاتت دي وخلاني احس بالاحساس ده وخرجني عن سلامي. هو ده حزني وبكيت. فقال لي ما تقلقش، القلب اللي مليان بحب المسيح بالشكل ده مش ممكن يجرى له اي حاجه. وصلى لي صلاه، كان بيطلب في الصلاه بيقول له يا رب استبدل ابنك بيتر الشريان، ابنك اللي مليان بحبك وممتلئ بالروح القدس جواه، الله بالبركه، واستبدله الشريان. جه ميعاد العمليه ورحت العمليه وانا قلقان جدا، وانا عارف ان الدكتور هو استشاري مناظير وعارف كويس جدا ان هو دكتور كبير. الدكتور الاول ما كانش عايز يعمل العمليه، قال لي الموافقه اللي بعتها شركه التامين اللي بترعاك غير كافيه ماديا لان انا اعمل اي حاجه معاك. فبقول له ليه يا دكتور؟ قال لي لان انا عشان احاول اعالج الشريان بدعامات هيلزمني ما يقرب من 140 الف جنيه دعامات، همشي احط دعامات في الشريان كله. فانا اتصدمت وقلت له طيب حضرتك اعمل قطره واكتب تقرير مفصل وانا بعته للشركه بتاعتي وهي خاطب شركه التامين وتشوف هتعمل ايه، انما المبلغ اللي حضرتك بتقول عليه ده كبير جدا وانا مش ما اعتقدش ان الشركه هتوافق عليه. قال لي طيب انا هعمل قطره استكشافيه وهكتب لهم تقرير مفصل. دخلت اوضه العمليات، هو كان قبلها خد طوامه العمليه القديمه اللي فيها الشريان المتهتك وشرح عليها للدكاتره اللي معاه وضع الشريان وشكله. وبمجرد ما دخلت غرفه العمليات هو خدهم وخرج لمده خمس دقائق استراحه، فانا في الخمس دقائق دول قمت مصلي. فهو دخل لقاني بختم الصلاه وبخلص الصلاه، فقال لي صليت؟ قلت له اه. قال لي طيب نبدا نشتغل؟ قلت له اتفضل. بمجرد ما اداني البنج ودخل القطره انا فوجئت بيه بيرجع لورا بعيد عني وعن السرير وبيقول المجد ليك يا رب، قالها ثلاث مرات يا رب يسوع. انا اتخضيت وابتديت اتعدل من نومتي. في يا دكتور؟ قال لي لو سمحت نام زي ما انت، مفيش اي حاجه ما تقلقش. بصوا يا جماعه الحاله اللي قدامكم دي، وانا مش هقول لهم على الشاشه، قال لهم ده الشريان اللي كنت انا وريته لكم متهتك تماما ومتدمر. طبعا واضح جدا ان دي مش حاله علاج، دي كده معجزه. فطبعا انا ازداد قلقي، قلت له لو سمحت يا دكتور فهمني في ايه عشان ما تطرنيش ان انا اقوم من على السرير. قال لي يا فندم مفيش اي حاجه، كل اللي حصل ان ربنا استبدل لك الشريان التاني كمان. قلت له استبدله ازاي؟ قال لي الشريان ما فيهوش اي اثار لا جروح ولا تهتكات ولا جلطات ولا واضح ان في اي حاجه حصلت في الشريان ده ولا نقطه دم متجلطه. الشريان تم استبداله تماما ومتسع ولا يحتاج الى اي دعامات. ما فيش غير مكان واحد بس في اطرافه هو اللي محتاج دعامتين وممكن ما نركبهمش، بس انا هركبهم علشان تبقى احسن من الانسان التانيين. انت هتقوم من هنا زي الحصان وهتخرج من هنا ماشي مفيش اي حاجه وانا عايزك تعرف حاجه واحده بس، انت بدات العمليه معايا بالصلاه وايد ربنا هي اللي عملت لك العمليه. فيك يا رب. بيتر طب هتخاف يعني تاني يا بيتر؟ نعم. هتخاف تاني؟ لا طبعا. انا هتفقد سلامك أنا تاني؟ لا خالص، انا انست نفسي كتير جدا. لا لا ما تانبش نفسك. أنا بيتر ده الإنسان يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء، في وقت الصعوبات شك، عاوز أقول لك أني أحلى ما في الرب
أنه يرسي لضعفاتنا. أنت ليك شفيع بيرسي لضعفاتك وحاسس بيك وحاسس بضعفاتك، بيسندك وبيشجعك وهيفضل يسندك كل المشوار. وعاوز أقول لك ممكن تكتاز في أمور تانية وتضعف، لكن هو مش هيسيبك. بطرس، أنا كنت عايز أنوه عن حاجة صغيرة. اتفضل. البعض بيطلق عليا بطل في الإيمان لكتر اللي عانيته من اضطهادات ومن مشاكل بسبب إيماني وبسبب إن أنا عابر، ولكن أنا ما بعتبرش نفسي وصلت حتى لدرجة البطولة أو اللي بلاقيتها. أنا بعتبر نفسي من المؤمنين المتعلقين بمجد ربنا والمتمسكين بيه، واللي مش ممكن في أي ظرف من الظروف في أحلك الظروف ينكروه. أمين. ده سر قوتك أخويا بيتر، ده سر قوتك وده سر. نفسي من أبنائه، وبعتبر نفسي من أبنائه المدللين جدا جدا. أمين. جدا، لأن وقف جنبي كتير جدا وفي مواقف عجيبة جدا وكلها معجزات. أمين. ربي يبارك حياتك. تقدر تقول يا بيتر لولا مسكة إيدك ليا كنت أضيع ويا اللي ضاع، لكن أنت ماسك إيدي يا رب وأنت ساندني. بيتر، حلقتنا النهاردة بنتكلم عن مجد الرب اللي يرى، مجد الرب اللي هيعلن. بصفتك عابر في مصر، ايه رؤيتك للي هيحصل الوقت اللي جاي في مصر؟ احنا بنصلي من اجل ان ملايين المصريين يعرفوا الرب، ملايين المصريين. انا عندي ثقة شديدة جدا ان مصر للمسيح، وانا البعض في ظروفي اللي تعرضت فيها للاضطهادات والمشاكل كتير نصحني ان انا اخرج من مصر على اي مكان تاني، فكان ردي الوحيد قلت له العذراء هربت بالمسيح لما كان في محاوله لاغتياله، هربت بيه على مصر. فمش ممكن انا اخرج من مصر البلد اللي لجأ لها المسيح عشان يحس بالامان على اي مكان تاني. فانا واثق ان مصر للمسيح، وهيجي عليا اليوم اللي اقف فيه فوق جبل المقطم واشهد بكده. امين. امين. بيتر، قبل ما تسيبنا عاوزينك تصلي ان مصر تبقى للمسيح. صلي من كل قلبك دلوقتي على الهوا، قول له يا رب احنا عاوزينك تيجي تملك على مصر. يا رب صلي من أجل قرايبك وولاد عمك ولاد خالتك، صلي من أجل حبايبك وأصحابك إنه يشرق عليهم النور اللي أشرق على حياتك. اتفضل يا أخي بيتر. اتفضل. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا رب أنا بشكرك على كل النعم اللي أنت اديتها لي. بشكرك يا رب على كل على إيدك الحنينة اللي أنا حسيت بيها على مدار 6 سنين من لحظة عبوري ومعرفتي بيك. بشكرك على حنانك اللي غمرني، وبشكرك على حنان قلبك اللي لا يعد لأي حنان، وبشكرك على محبتك اللي فاضت على البشر كلها، يعني والفيض بتاع 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 حنانك ده ومحبتك لينا خلاك وانت على الصليب تتمنى المغفرة للي علقوك على الصليب. ده فيض، ده الزياده او الاوفر اللي في محبتك لينا. انا بشكر محبتك دي يا رب، وبطلب منك حمايه لكل العابرين اللي في مصر. وبطلب منك انك انت تسمح لي ان انا اشوف اليوم اللي تكون فيه مصر فعلا للمسيح. امين يا رب. امين يا رب. وبتمنى ان انا اقف فوق جبل المقطم انا وغيري ونشهد بمجدك. وبشكرك انك انت بتتحنن على كل الناس، وبطلب منك طلب خاصه يا رب انك انت تتحنن على كل المرضى، خصوصا الفقراء اللي ما يقدروش يدفعوا ثمن العلاج. يا رب. يمكن انا كنت انت حنين معايا بان انا اتعالجت في مستشفيات خاصه وفي بعلاج فخم وكنت مميز، ولكن غيري ما يقدرش يدفع ثمن العلاج. فيا رب اتحنن على الناس دي. يمكن انت كنت حنين معايا في انك انت انقذتني من خطوه اجهزه امنيه او مشاكل، وغيري بيتعرض لمشاكل اكتر مني. خليك معايا يا رب وتحنن عليه، وغطي الناس دي كلها بعلايتك اللي غطتني بيها. وبشكرك انك انت سمعت واستجبت. لك الكرامه والمجد من الان والى الابد. امين. يا رب انا برفع صوتي يا رب مع صوت بيتر يا رب، وبنحط الحلم ده قدامك يا رب، وانت الوحيد اللي تقدر تحقق الحلم ده يا رب، اني اقف مع بيتر ومع عابر ومع كل اخواتي على جبل المقطم ونقولها بصوت عالي يسوع يسوع يسوع، والنادي للمساكين بالخلاص، ونكرز بسنة الرب المقبولة،
والنادي بخلاصك العجيب يا رب ليعرف في كل أرض مصر. يا رب حلم يا رب بنحطه قدامك، ونشكرك لأنك تقدر تحقق الأحلام يا رب. أنت إله يا رب، مفيش في قاموسك كلمة مستحيل، وأنت يا رب اللي حطيت ده في قلب يا رب، في قلب بيتر، وده اللي أنت حطه في قلب يا رب آلاف بل ملايين يا رب من أحبائك اللي بيحبوك في مصر. نقف يا رب على جبل المقدم ونعلن يسوع ومجدك يا رب يرى علينا ويرى على كل أرض مصر، وليك كل المجد. آمين. رب يبارك حياتك أخ بيتر، ولو أنت متابعنا من فترة تعرف أن احنا بنصلي بقالنا حلقات طويلة لأجل تغيير قوانين لحق العابرين وحق إعلانهم عن إيمانهم وحق أنهم لا يطاردوا أمنيا بسبب إيمانهم، وإحنا واثقين أن الرب هيعلن مجده في هذا الأمر وإحنا مستنينه. يعني إحنا بنصلي وعلى يقين، بل بنشكر على تتميم الأمر من قبل ما نشوفه. أمين يكون الأمر ده ليك. معايا الأخ أبو يوسف من مصر كمان، أهلا بيك أخويا. أهلا بحضرتك، وأقول لكم صباح الخير عندكم ومساء الخير عند حضرتك، وربنا يصبحكم بكل خير ويحفظك أخويا الغالي. أهلا بيك. خدام الرب، خدام الرب المباركين. ربنا يبارك. الدكتور إكرام والأخت الحبيبة في الرب شاذي. أشكرك. أنا أشكركم الذي أنا يعني أشهد لعمل الرب عن صلاتكم المباركة وبرنامجكم المعظم. تفضل. أنا اتصلت يوم 31/12، خليت الدكتور إكرام المبارك صلى لإرسانيس، وحضرتك قلت هتيجي وهتشهد وتقول ده شيخ إن شاء الله. هو يوم ما اتصلت بيكم كان ابن 32 يوم مولود، يعني كان لسه طفل، يعني طفل، ويعني عانى كثير، وقصة طويلة مش عشان البرنامج، عانى من ساعة ما نزل من بطن أمه لحد ما اتصلت بيه. وصلى الدكتور إكرام الخادم المبارك واللي منور شاشة الحرية، وكلمة الحرية هو المسيح نفسه. أيوة. وأنا مسوح. أنا عايز أقول لكم حاجات حلوة ليكم، لكن صدقوني أمتوه، ولكن أنا مدعي لكم باستمرار. أنا مسمع برنامجكم وأشكركم، وفي ترنيمة من 45 سنة لما كنت صغير كنت مروح مدارس لحد، يريد من محبتكم أنا مش هقولها كلها، أم عددين والقرار، وبعد كده أرفع طلبة شكر وأشكركم، وأطلب ربنا يدومكم ويبارككم أنتم وكل العاملين معاكم في قناة الحرية. ممكن؟ تفضل يا خوي أبو يوسف. يعني رب يبارك حياتك، والرب لي كل المجد. الرب لما بيمد إليه بيشفي وبيعفي أنا كنت زمان في أيام الترنيمة دي، يعني لها 45 سنة، وما تأمل فيها غربة العالم. تفضل قولها، احنا مستنين حضرتك. أيها الأخ تأمل في سبيل الحياة، أنا أقولها دلوقتي، كما تأمل فيها. رب الكنيسة فترة كبيرة حسيت بان السر اتعقد، مش عارف اتكلم. اشكر ربنا، انا دي لي اكثر يعني اقل من 3 سنين ما اسمعكم، ولكن اشكر ربنا. ربنا الحمد لله اتمجد وله الفضل والكرامه، ومجد عليها يرى. وعليك يا ابو يوسف، وعليك وعلى كل اسرتك، وشكرا للرب من اجل شفاء الطفل. ربنا يكمل عمله فيك وفيه وفي كل اسرتك. اتفضل واحنا معاك في الصلاه. اتفضل. أيها الأخ تأمل في سبيل ذو الحياة، أنت ذاهب بعد الوفاة، امتحن نفسك حالا واسرع عنا للنجاة، واصطلح بربنا فاد الخطاة، كل ما في الأرض فاني، كل ما السماء بادي. يا حبيب اكنس لنفسك، الزم ايضا لا يضيع في السماء، الا تعلم يا حبيبي انك بيت غريب، راحلا الى سكنك للابد، فاستعدوا للمسير حتى ترجع عن قريب،
دار خلد الزنها مجد السمار كل ما في الأرض ثاني كل ما في السماء يا حبيب اخلص لنفسك تلزم مجد البيض في السماء أشكركم وأطلب من ربنا يدومكم واسمحوا لي أفرح طلب الشكر على قد إمكاني طبعا تفضل 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 يفتح شفتي في خب الفن أمين بس نفسنا تصلي من أجل افتقاد ربنا لمصر وللبلاد العربية قول له يا رب احنا عاوزين مجدك يعلن يا رب وعاوزين يمكن ربنا قال على فمك من خلال الترنيمة تنبيه للناس ان الحياة قصيرة وكل ما في الأرض فاني وربنا بينبه الناس خدوا بالكم القصة مش مطولة اهتموا بحياتكم الأبدية اعتقد ان الترنيمة انت مش قلتها بالصدفة لكن ربنا عاوز يوصل رسالة منها للناس اللي مش واخدة بالها وللعالم شغلها ولهيها وإبليس بيقودهم للهوية تفضل صلي من أجل هؤلاء وأطلب أن ربنا يتلامس معاهم ويعرفوه ويكونوا ملك لي ويتمتعوا بخلاص تفضل الآب والإب والروح القدس الإله الواحد آمين يا ربي أنا واثق أنك أنت موجود في قناة الحرية لأن ده وعدك وقلت في أمك حيثما يجتمع اثنين أو ثلاثة فهناك أكون في وسطهم فهناك الأخ المبارك الدكتور أنور عن يمينك والأخت الحبيبة شندي موجودة معاك فأنت في وسطهم وحاضر ومجدك مدى كل الأرض وأنا يا رب أطلب منك قبل كل شيء بارك في قناة الحرية لأنها هي لما توصل كلمتك لجميع أنحاء العالم بارك في كل العاملين فيها بارك في كل الخدام فيها بارك في كل اللي ما وصلوا كلمتك فيها بارك في اللي ما عبدوها يا رب وانت العافي لانك انت من يدك واعطيناك فبارك في قناة الحرية وكل العاملين فيها كما اطلب منك يا رب السم ضعفي وحجرتي انك تبارك في كل العالم ترسل السلام يا ملك السلام بارك السلام انزع الشر والحروب من الارض ومن بلادنا المصرية يا رب لأنك أنت جيت قبل ما تيجي بذاتك سنين باركت شعب مصر وقلت مبارك شعب مصر وإحنا عايشين ببركتك فأنت يا رب نصلي من أجل بلادنا المصرية ومن أجل ولادك وبناتك ومن أجل كل البلاد البلاد يا ربي تنزع الحروب اللي أتى بها الشيطان عدو الخير وترقب قلوب الناس يا رب وتأتي ويكون مجدك في وسط خيرها لأنك أنت قلت أكون سور من نار حولها ومن حولها سور نار ومجدي في وسطها فإحنا وزقينا رب أن مجدك في وسطها كما أطلب منك من أجل المعوزين والمحتاجين يا رب من أجل إخواتنا العابرين الحلوين اللي هم جايين لأن أنت ده عدد لازم يكمل لأنك أنت قلت لي خراف ليس من حظيرة فأنت ما يجيب خرافك فأطلب منك يا ربي هم لما يشوفوا ديك صح وما اسمع وما يشوفوا ديك لكن مهما شاف ديك أما تيجي في الآخر أنت وتقول تبوا أنا أول أتخاف أنا قد غلبت العالم عندك طمأنينة عندك فرح القلب لو امتاز حتى العالم فيه أحزان هو العالم مملوء بالأحزان ومملوء بالمتاعب لكن نيجي في النهاية الفرحة معاك أنت يا رب نشكرك يا رب من أجل عملك العظيم من أجل محبتك من أجل تعظيم القناة المباركة ولما عبدوها والعاملين فيها بارك يا رب في كل الخليجة اللي انت خلقتها رب القلوب حنن القلوب درب البعاد ليك يا رب انت اللي دورت على الخروف الضال وجبته الخروف ما رح لكش الواحد وانت اللي دورت عليه وانت اللي دورت على الفست المفقود لما لقيته كرامة ومجد ليك يا رب مستحق لأن اسمك دعا علينا شكرك يا رب وانت موجود معانا يا رب أنا يا ربي حتى لو كنت لكن أشكرك أكثر واحد أشكرك يا رب لأنك فتحت لساني وعرفتني عن طريق هذا الأخوة المباركين الدكتور إكرام المبارك ونعمة المسيح على وجهه والأخت ساندي هم كانوا السبب
برنامجهم المقدس كان السبب وهي خدمتك الحبيبيه على فمهم بالروح القدس. اشكرك يا رب. اشكر ربي، اشكر يا رب المرضى، اشفيهم يا رب، خاصه اللي استعصيت امراضهم عن الشفاء. انت الطبيب الحبيبي، انت قلت انا الرب شفيك. كما اطلب يا رب من اجل كل اسره ومن اجل كل بيت، الانقسامات اللي في البيوت والانقسامات اللي مع الجيران والانقسامات اللي في البلاد، كل حاجة أنت لا يعصر عليك أمر يا رب. أيوة. باسم الرب يسوع المسيح أصلي ولك كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين آمين آمين. أخوي الحبيب اسمح لي أطلب منك بركة من فمك الطاهر، صلاة لي والبيتي. آمين يا رب. أذكر عبدك يا رب، أنا بحطه بين إيديك، هو وبيته أسرته أولاده. أؤمر بالبركة لحياته يا رب، وإدي حياته كلها رب إنها تكون نور وشهادة عنك يا سيد الرب. اتعامل مع كل فرد من أفراد أسرته يا رب عشان يقول أما أنا وبيتي فلنعبد رب. أشكرك من أجل الشفاء اللي حدث، معجزة الشفاء. واثق رب إنك زي ما بديت هتكمل، ولك كل المجد. آمين آمين. الرب معاك أخويا الغالي، ونتمنى إن احنا نكون دايما سبب بركة لينا، وإنت كمان تكون سبب بركة لكل مشاهدي وشركاء برنامج قوت الصلاة. أحبائي، عاوز أنوه لحاجة في منتهى الأهمية، وهي أن في برنامج قوت الصلاة وإحنا بنطلب بركة، بركة لمصر، بركة للبلاد العربية، إحنا مش بنخص فئة معينة. إحنا مش بنصلي من أجل المسيحيين فقط، ياما المسيحيين مش بيتبعوا المسيح. وعلى فكرة إحنا مش متعصبين للمسيحية ولا بندعو الناس إلى المسيحية. مسيحي بدون مسيح رايح جهنم. ياما مسيحيين اسم المسيح دعى عليهم وللأسف الشديد ما لهمش مكان في السماء. ونشكر الله إخواننا العابرين اللي جايين من الحظيرة الثانية سبقونا إلى ملكوت السماوات. نحن ندعو إلى المسيح. الحقيقة يعني إحنا بنصلي من أجل كل الناس، بنصلي لغير المسيحيين. أنا قدي ببقى مبسوط لما تجيني طلبة صلاة من مصطفى، من عيشة، حقيقة من كل قلبي، لأني أثق أن الرب بيحبهم وأنهم غاليين على قلب الرب زينا بالظبط. ربنا ما بيفرقش. لكن أحد الحاجات يا ساندي الغريبة، أن يوصل على الفيسبوك لا إله إلا الله، ويمكن بعض كلمات الشتيمة. ما ينفعش أقول لا إله إلا الله وأشتم، يعني حقيقي ما ينفعش. أنا مش بتكلم لأن أنا متضايق من الشتيمة، بالعكس، يعني طوبى لكم، يا بختنا ان احنا بنسب. لكن انا بستغرب الشخص اللي بيذكر اسم الله. بمناسبة الكلام دوت معايا الاخ احمد من نيويورك. اهلا بيك يا اخ احمد، اتفضل. اخ احمد، ينفع يا دكتور ينفع اقول لا اله الا الله واشتم يا اخ احمد؟ والله انا هو اريد اتكلم بهذا الموضوع، ولكن قبل هالموضوع اتفضل. ندعو الله ان يوحد كل انسان مع عواطف نبيلة ومحبة لكل البشر. يا رب يا رب. يحرس مصر المحروسة، كما نطلب من الله أن يحرس كل شعوب وكل البلدان الإسلامية. يا رب. أي والله. وإحنا كل إحنا فقراء إلى السيل، إلى السلام، إلى المحبة، إلى الإنسانية. وأما الذين منا ومن غيرنا، كل من يقول لا إله إلا الله ويؤذي الناس فهو شاذ، ليس في ضميره حقا حب الله. حب الله هي الرحمة. بشكر الرب اللي أعلن لك الحقيقة. الله دي محبة يا أحمد. الله محبة يا أستاذ أحمد. أحسن. الله يعني محبة. الله، نعم، الله أوجب على الإنسان أن يتربى في القرآن، ولا تقل لهما أف، الأف ممنوعة في الإسلام، فهذا لا يمثل الإسلام، لا تشغل بالك فيه حبيبي. لا أنا صدقني، أنا اللطيف الحلو عاوز أفهمك وجهة نظري، جميل النابع من القلب. أشكرك. لكن عاوز أفهمك وجهة نظري يا أستاذ أحمد. مأثرة فينا واقعا، إحنا نعيش مع المسيحيين، مع الصابئة، مع الناس الآخرين. أستاذ أحمد، أنا عاوز أوصل لك وجهة نظري. أنا اللي بيحزنني إن أنا زعلان عليه، يعني فعلا أنا زعلان على هذا الشخص، لأني بحسب إيماني الشتمون لا يدخلون ملكوت السماوات. أنا بحسب إيماني إن نفسي كل الناس
تدخل ملكوت السماوات. الله لا يريد أن يهلك أناسا بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. أنا بحب أحمد ومصطفى وسيد، دول إخواتي الغاليين جدا على قلبي، وبحب أني لا يهلك أحد منهم. فبحسب الكتاب المقدس الشتمون لا يدخلون ملكوت السماوات، كمان بحسب الكتاب المقدس ما ينفعش اللسان يذكر الله وفي نفس الوقت يشتم، ما ينفعش. اللي بيذكر الله ده يتكلم بالنعمة، يتكلم بالإحسان، يتكلم بالمحبة، لأن الله الله نور، الله ما فيهوش ظلمة البتة. قد إيه أنا مبسوط بكلامك الحقيقة، يعني ربنا يكتر من أمثالك، وأهلا بيك معانا يا دكتور. اتفضل يا دكتور. احنا مرة عندنا نظام وفي مرة هناك من يضرب النظام. الآن أنا عندي موضوع مهم وممكن أنت تقدر تعالجه من يمك بلطفك وباللغة الطيبة اللي أنت أشكرك. تحملها. أشكرك. احنا عندنا للأسف الشديد نفتح قنوات مسيحية كلها سب في رب الإسلام، في نبي الإسلام، في كل المسلمين. احنا هؤلاء ما يمثلون الإسلام لكي أنت تشتم إله الإسلام فليذهب إلى الجحيم. احنا هذا مثل كلامك الطيب نحتاجه. فأكو فعل وردة فعل للأسف، وأنا أعرف من أمثالك الطيبين بهاي الثقافة الواعية والدعاء الطيب لكل البشرية، هذا هو اللي يزرع المودة والمحبة. نعم. يعني كم لطيف نسمع هذا اللي كان متصل ويدعو إلنا. احنا مو ضد العابرين، لا تفكرني، الإنسان حر يختار ما يريد. نعم. عرفت؟ لكن بالحوار العلمي اللطيف اللي كله محبة وكل احترام، والإنسان حر يختار ما يريد، لا إشكال في ذلك. لكن انت لا تتكلم لي عن واحد شاذ يشتم تقول لي هذا الاسلام، لا 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 لا، هذا مو الاسلام. ان قلت لك نص بسيط، الاسلام يمنع ان تقول اوف، لا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن. الان البشر ينظر وهو في الطريق، لا يسال انت من يرفعه معه بالسياره وياخذه، ما يعرف جنسيته وما يعرف اصله وما يعرف دينه. احنا الاديان كلها امرت بهذا الاحسان بالتعامل البشري. انا ادعو الله ان يكثر هذه المحطات الايجابيه لتقريب البشر مع بعضها، مو فقط الاديان، الاديان كلها من الله، لكن الذي يخالف الاديان ليس ممثلا عن دين على الاطلاق. وانت تعلم كل رؤساء العالم طلعوا قالوا هاي لم تكن من مبادئ الإسلام، أوجدوهم في توربورا ومن بعد ذلك فرخوا. وتعرف أنت الأفلام إلى الأخير ما أحب أتكلم بها. المهم أنا حبيت أبارك هذه قناة الحرية وأبارك هذا المنهج اللطيف وأشكر جنابك وأشكر القائمين. أنا مش عاوزك تسيبنا الحقيقة، أنا مش عاوز سيبنا. قد إيه كلمة أبارك دي لمست قلبي، لأني أبارك دي ماشية مع تعليم المسيح. تعليم المسيح أن نبارك الكل حتى لعينينا، باركوا لعينيكم. فالحقيقة كلمة أبارك دي واضح أنها طالعة من قلبك وبتلمس قلبي على طول. ربنا يكتر من أمثالك. وأتمنى تربية الإسلام، تربية القرآن، تربية محمد صلى الله عليه وسلم، وتربية كل الأنبياء. أنا ببارك حضرتك وبشكرك جدا، ومن فضلك تواصل معنا برنامج قوة الصلاة. احنا بنصلي وحتما ان شاء الله مثلك الطيبين المسيحيين ينشرون السلم والسلام والمحبة، والله يفارق فيكم. امين. قبل ما اختم نفسي اسالك سؤال، هل في شيء تحب نصلي لك من اجله؟ هل في اي امر معين يخص حياتك تحب نصلي من اجله؟ أنا حياتي مو مهمة عندي بقدر ما أدعو للإنسانية أن يعيشون بمحبة وسلام واحترام. إحنا بنشكر مبادئك السامية والراقية جدا، واسمح لي في ثواني قليلة أصلي وباركك قبل ما تسيبنا. يا رب أنا بشكرك من كل القلب يا رب، أنت الإله الواحد الأحد، أنت رب السماء والأرض.
بشكرك يا رب لأنك نور ما فيكش ظلمة البتة، بشكرك لأنك محبة يا رب ومصدر كل حب يا رب. أنت يا رب اللي حبتنا ومحبتك لينا محبة أبدية يا رب. أنا بشكرك من أجل أخويا ومن أجل المحبة اللي في قلبه يا رب والكلمات اللي قالها تحمل البركة. أنا بصلي من أجله يا رب، بصلي من أجل أسرته، بصلي من أجل كل حياته يا رب. زي ما بارك يا رب بصلي إنك تباركه يا رب، بصلي إنك تباركه. أنا أثق إنك مصدر كل بركة يا رب، مين يقدر غيرك أنت يا رب. أنا بحطه بين إيديك يا رب، أنا بحطه بين إيديك وبقول لك يا رب اديله سوق لقلبه وبارك حياته يا رب، وادي حياته انها تكون حياة مباركة جدا زي ما هو بيبارك الناس يا رب، واملأ قلبه بالسلام، املأ قلبه بالسلام لأنك إله السلام، رب السلام، رئيس السلام يا رب. واديله في حياته يا رب انه ما ينعمش غير بالسلام، واملأ قلبه بالمحبة، نور يا رب، املأ قلبه بالنور، محبة، فرح، سلام، نور، انت وحدك يا رب. انا بشكرك من اجله وبحطه بين ايديك وبسالك انك تباركه هو واسرته بركه عظيمه، ولك كل المجد. امين. احنا بنشكرك جدا من اجل مشاركتك، وارجو انك تشاركنا دايما في برنامج قوه الصلاه، وربنا يحفظك دايما دايما. وانا احب هم تدعو دعاء خاص لهذه القنوات الله يهديها لكي لا يزرع الفرقة ما بين المسيح والإسلام، والله يهديهم. وإحنا لما نتكلم وياهم أريد نقارب وجهات النظر، لكن للأسف يشتمون إلهك ويشتمون نبيك وكذا، فما أعرف. هم صلي لهم، الله يبارك بيك، وإن شاء الله نتصل مرة أخرى بإذن الله. شكرا للاتصال. يبارك حياتك ويبارك أسرتك ويبارك كل طيبة قلب أنت عايش فيها، وأمين الرب يباركك بركة خاصة جدا. هنصلي لك أخويا أحمد لأجل نور عظيم يشرق في حياتك. كمان معايا الأخ مجدي فوزي، شاركنا الصلاة لأجل مصر. أهلا بك أخويا الغالي من مصر. أهلا بكم، أنا مبسوط جدا بقناة الحرية، وبشكر ربنا على حضرة الأخ الفاضل الدكتور إكرام والأخت ساندي، ربي يبارككم. أهلا بك يا أخي مجدي. عايز أشكر الرب على برنامجكم كتير وتشجيعكم لناس كتيرة. ربي يبارك حياتك، ربي يثمركم ويشجعنا كلنا. وعايز أشارككم بحاجة من قلبي بجد، شايفها رؤية حقيقية، مجد الرب على أرض مصر. أمين. أنا متأكد إن دي رؤية حقيقية من الرب، اللي قال أنا صانع أمر جديد، وكان الرب بيصنع أمور حقيقية في سفر التكوين. في البدء خالص كانت الأرض خاربة وخالية وعليها ظلمة وظلام شديد، ومتأكد إن صوت ربنا جوايا ولينا كلنا، إن في مقابل الظلمة الشديدة في نور حقيقي. إنجيل يوحنا صح 1:9، أنا مش بوعظ لكن بشارك رؤية كتابية رب الدهالي. اتفضل. إنجيل يوحنا صح 1:9 يقول الرب أنه النور الحقيقي الآن يضيء. وفي سفر التكوين قال الله ليكن نور فكان نور. أنا متأكد إن الرب جاي بكلمته على أرض مصر، على كل ظلمة. الرب يقول كده، ليكن نور على هذا المكان، ليكن نور على هذا الجزء، فكان نور. ومتأكد أن الرب الأيام الجاية هيصنع منا، زي ما قال الرب أنا صانع أمر جديد، هنذا قد جعلتك موردا محددا جديدا. وشايف جوايا رؤية حلوة للخدمة، خدمة بلا روتين، هي خدمة الله صانع فيها نور عجيب، نور عظيم. النور ده بيشرق على أرض مصر ويشرق على بيوتنا عشان يعالج زي ما قلنا في سفر التكوين كل خراب وكل ظلمة وكل خلاق. بيجي الرب بهذا النور العجيب ويأيدنا في الخدمة بالآيات التابعة، سلطان غير عادي الروح القدس يصنعه وسطينا. هنختبر حركة الروح القدس اللي مكتوب عنها في سفر التكوين، وروح الله يرف على وجه المياه. روح الله يحتضن الخراب، هيصلح منه ويجعله نور، نور عظيم ونور عجيب.
نفس النور اللي يمكن نور قلب وعين وكيان شاول اللي أصبح فيما بعد بولس الرسول، وقال أنا أبصر نورا عظيما فسقطت قشور من على عينيه. وإذا عايز أقول في ختام مشاركتي إن بجد الرب جاي بشفاءات ومعجزات حقيقية الوقت اللي جاي. أمين. فخلينا يعني نعد الطريق أمام الرب. أمين. أخ مجدي مش هنسيبك غير لما تصلي من أجل استعلان كل ده. أمين. أنا بقول أمين على كل كلمة أنت قلتها، ده إيماننا ودي ثقتنا ودي صلاتنا، وأرجو أن كل أحبائنا اللي بيسمعونا شركائنا تكون دي صلاتهم. يا رب تعالى بنور، تعالى بمجد عظيم يا رب على بلادنا، منتظرين الوقت اللي جاي نشوف مجدك، نشوف معجزات، نشوف ملايين بترجع للمسيح وبتنال خلاص. اتفضل صلي لنا يا اخي مجدي من فضلك. انا عايز اصلي، بس وانا عايز اصلي عايز نختبر حضور الرب الحقيقي في صلواتنا، لان الرب جاي بحضور حقيقي في صلواتنا. فبفضلكم انا نفسي الناس اللي بيشاهدوني يكونوا بيصلوا معايا نفس الصلاه اللي هصليها. اشكرك يا رب لاجل حضورك الحقيقي. شكرك انت جاي بكثافه حضور الوقت اللي جاي، جاي بحضور حي، جاي بحضور حقيقي. أيها النور الحقيقي اللي مكتوب عنك النور الحقيقي الآن يضيء. رب الآن في هذا الزمان وفي هذا الوقت الأخير اللي صعب جدا، اللي مكتوب عنه يا رب ها هي الظلمة تغطي الأرض، تعال بنورك يا رب على كل ظلمة، تعال بنورك على أرضنا، تعال بنورك على حياتنا، تعالى بنورك على خدمتنا، تعالى بنورك على بيوتنا، على أولادنا وعلى كل ملينا يا رب. يا رب قول كلمتك زي ما قلت ليكن نور فكان نور. قول كلمتك لأن كلمتك هي النور الحقيقي لينا. يا رب أيد يا رب عملك بالآيات التابعة الأيام اللي جاية. عايزين نشوف معجزات حقيقية، عايزين نشوف آيات يا رب يصنعها الروح القدس وسطينا. عايزين نشوف حضور حي حقيقي تصنعه فيما بيننا الأيام اللي جاية. يا رب نشكرك، نشكرك لأن المجد ليك، المجد ليك. نشكرك لأنك أنت الإله الحي. ألمس إخواتي أمامك يا رب، وكل من يشاهدنا الآن يا رب املاه بقوتك، وتعالى تحنن عليه وخليه يبصر نور عجيب ونور عظيم. تعال بنورك العظيم واشرق علينا. أشكرك يا رب. باسم الرب يسوع المسيح، بركة يا رب لإخواتي، بركة للبرنامج بتاعهم، بركة يا رب ومسحة واستخدام واستثمار أمثل وأفضل في الملكوت بمسحة الروح القدس. أصلي في اسم الرب يسوع المسيح إنك تكمل معانا. أنا واثق يا رب إنك راح تكمل يا قدير. آمين. آمين. أخويا الغالي، الرب يبارك حياتك ويبارك خدمتك ويبارك في صلاتك، وتكون كلها فعلا لأجل مجد الرب، لأنه يستعلن ويعلن على أرض مصر وكل أراضي بلادنا العربية. الرب يبارك حياتك. أنتي قبل تليفوني جاي بحب أنوه أني إذا كان عندك طلبة صلاة، إذا كان عندك أي احتياج، من فضلك اتواصل معنا. يمكن احنا بنصلي من شيء من اجل الشيء الاكبر، لكن ده مش معناه ان احنا مش مهتمين بكل طلبه وبكل احتياج. احنا هنا موجودين، ربنا اوجد برنامج قوه الصلاه عشان نكون شركاء مع كل انسان في ضيقه، مع كل انسان مريض، مع كل انسان محتاج. فاذا كان لديك اي احتياج ابعت لنا، تواصل معنا، تواصل معنا بطرق كتير جدا. إذا كان ليك في الفيسبوك اكتب، عن طريق الويب سايت، إيميل. لينا شركة هنا رائعين في الكول سنتر، خدام رائعين، في أي وقت تقدر تتكلم، تليفونات قناة الحرية موجودة، هتلقى حد بيرد عليك، بيصلي معاك، بياخد طلبتك. ونعدكم بالصلاة من أجل كل طلبات الصلاة، وفي نفس الوقت نعلن عن إيماننا وثقتنا إن ربنا هيتمجد وربنا هيصنع أمور عظيمة. فمش عاوز البعض يحس إن إحنا بنصلي من أجل موضوع عام، إن إحنا ناسيين الأمور الشخصية. لا، حاسين
حاسين بالإنسان المريض وبالإنسان المريضة، حاسين بالأب اللي ابنه مريض وبالأم اللي ابنها مريض أو بنتها مريضة، إحنا حاسين بيكم وحاسين بألمكم، محتاجين طلبات صلاة تواصلوا معنا. وبكرر إحنا مش بنخص فئة معينة، إحنا بنصلي من أجل كل الناس، ربنا حطنا عشان نصلي من أجل كل الناس ونبارك كل الناس لأنه هو مصدر بركة للجميع. تفضلي سيدي. امين يا دكتور. احنا لسه بنصلي لاجل مصر ولسه بنتنبأ بالبركه الاتيه امطار على مصر. نصلي مع بعض بالترنيمه اللي جايه ونفضل نصلي. الرب مستمع جيد جدا لكل صلاه منا ونفسه يحقق كل بركه، ونفسه يحقق فينا مجده. نصلي مع بعض ونرجع مره ثانيه. الشعب قولوها انت مصرنا يا
ورجعنا لكم مرة تانية في حلقتنا النهاردة. مجد عليك يا ورا. احنا لا نزال مؤمنين لغاية آخر نفس في عمرنا، زي ما بنقول ان الرب مجده بيشرق وسيشرق أكتر في أراضينا العربية. يمكن كلام يبدو بعيد عن الحقيقة لما بنشوف حجم الدمار اللي على الأرض، ولكن احنا الوجهة النظر السماوية المكتوبة في الكتاب احنا بنعلنها، بنعلنها لأن الكتاب هو فعلا اللي الرب لما قال زمان، لما قال لهلك يا شعبي من عدم المعرفة، كان قصده حقيقي ان الكلام اللي حقيقي اللي موجود والرؤية الحقيقية موجودة في الكتاب. يوم ما بنجهلها بنهلك، لكن يوم ما بنعرف الكتاب وبنعرف المكتوب فيه وبنفتحه بجد وبندرسه بجد وبنعرف رؤية الرب ومشيئته لحياة كل الشعوب، بنفهم كويس قوي ما هي مشيئة الرب الحقيقية لحياتنا. اتكلمنا في الجزء الأول عن القداسة وعن إظهار أعمال الله في حياتنا وصلاتنا لأجل دوت. يمكن أخويا اللي كان بيصلي لأجل إن احنا نكون نورجة مسنونا، إزاي الرب بيدينا الهيبة والصلابة ديت؟ إزاي بعد القداسة وبعد ما الرب بيخلينا مستخدمين حقيقي، إزاي بنكون مؤثرين بقى بالشكل ده؟ النورج المسنون نورج مستخدم. مفيش نورج مسنون يبقى غير مستخدم، وإذا النورج إذا لم يستخدم هيصطي ومش هيبقى مسنون. الاستخدام مرتبط دائما بالقداسة. ربنا على أتم الاستعداد إنه يستخدمني. وعلى فكرة يمكن كلمة يستخدمني البعض يفتكر إنها للوعظ أو أتواجد في الفضائيات وصوتي يوصل للناس. يستخدمني ياما في حاجات بسيطة جدا لكن لها تأثير أهم بكتير من حاجات كبيرة. ربنا ليه دور في حياة كل واحد. ما تقولش الدور ده صغير، ما تقولش الدور ده كبير، لأن ما فيش حاجة اسمها صغير وكبير. لكن طالما الله بيستخدم ده معناه أن هناك شيء عظيم يتم، أن هناك شيء مجيد يتم. ربنا عاوز يستخدمك، بس زي ما قلنا الله ما يقدرش يستخدم إناء غير مقدس. الله ما يقدرش يقدم ميه في كوبايه فيها طفل، كوبايه مش نظيفه، لكن الله عاوز كوبايه نظيفه عشان يحط فيها ميته للعطشانين. الوقت اللي جاي، الوقت اللي جاي، يقول الكتاب ان طهر احد نفسه من هذه يكون اناء للكرامه نافع للسيد. والجزء الاخير من الايه قد ايه بيعزيني، مستعد لكل عمل صالح. طب ايه كل عمل صالح ربنا ناوي يعمله الوقت اللي جاي؟ لا ده ناوي يعمل حاجات تفوق كل تصوراتنا. ده ايماني وده اللي بنصلي له، وده اللي انا شاعر الناس كتير من اللي بيتصلوا بينا وبيكلمونا عندهم نفس الرؤيه، ان الوقت اللي جاي هنشوف اللي محدش شايفه، والناس هتشوف اللي محدش شايفه. ده مستعد لكل عمل صالح، في معجزات قويه جدا، في آيات قوية جدا، في أشياء عظيمة جدا ربنا ناوي يعملها الوقت اللي جاي، بس لازم يبقى النورج مسنون، لازم يبقى الإناء مكرس، لازم أكون مستعد لهذا العمل. عن طريق الصلاة تقدر تتقدس، عن طريق الصلاة تقدر تبقى مستعد. يمكن وإحنا بنقدم برنامج قوة الصلاة بنقول أكتر حاجة، أكتر حاجة بتغير، أكتر حاجة بتبدل هي الصلاة. نحن جميعا ناظرين مجد الرب وجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينا. لما تصلي وتشوف مجد ربنا ومجد ربنا يصير جلي وواضح، أنت هتتغير وهتكون زي صورته ومجده عليك يشرق. أتمنى أكون جاوبتك. أمين يا دكتور، أمين. وفي الوقت دوت بعد ما الدكتور إكرام بيتكلم، فكل اللي على قلبي بيقول ما تخافش، ما تخافش من إعلان إيمانك، ما تخافش أن أنت تقول ان انت بتؤمن بمين، ما تخافش ان انت تقول ان ايمانك دوت هو سبب نجاتك في الحياه ديت وفي الحياه الابديه. في الوقت دوت الروح القدس بياخد مجده الحقيقي وبيديك انت القوه والصلابه اللي انت محتاجها عشان تعلن ايمانك لاكثر من حد. معايا الاخ سمير فؤاد من مصر. اهلا بيك اخويا. مساء الخير. مساء النور، اهلا بحضرتك.
مبسوط كتير اكون بشارك معاكم مع الدكتور كرام حبيبي من شريكي كمان. انا مشتاق ليك. شريكي الرائع. ان انا حبيبي مبسوط جدا ان انا اكون معاكم وبشارك. واخت ساندي مساء الخير ليكي. مساء النور ليك اخويا سمير. مبسوط قوي اسم البرنامج والاسلوب اللي بيدار بيه البرنامج بصراحه رائع، حتى في استقبال المكالمات الناس اللي يعني غريبة الجنس عن ديانة برضو بيتابعوا بتشوق وأسلوب رائع جدا. أنا مبسوط جدا بجد إن أنا معاك دلوقتي. وبس ليا تعليق، يعني زي ما أنا سمعت الدكتور ترامب في بداية الحلقة، برغم إن ما كنتش في البيت لكن كنت بتابع من خلال التليفون، عرفت قد ايه ربنا فتح فعلا قنوات بعدد كبير عشان توصل كلمته لكل ارض او كل حد كان بيشتاق يسمع كلمه ربنا. ده شيء رائع جدا ربنا عمله وبيعمله. المشكله عندنا في الكنيسه نفسها، وحده الكنيسه اللي كل مره ممكن اكون بتشارك فيها او قبل كده اتكلمت، وحدة الكنيسة اللي لا يمكن أبدا الله هيعمل عمل كبير وعظيم إلا لما الكنيسة تتحد. إذا كانت الكنيسة منقسمة وكل حد بيدور يعني على منصب أو يعني بيكون سبب عثرة، لا يمكن أبدا الله يظهر في المكان ده أو في الوقت ده يعمل. الله مش مانع إن هو يعمل، هو عايز يعمل وهو عايز يبارك، هو يريد زي ما دكتور كرام في بدايه الحلقه هو عايز الناس كلها تخلص. المشكله العثره في الكنيسه، في عدم اتحاد الناس الكبار او الكنيسه نفسها كطائفه او يعني كطوائف يقعدوا قدام رب ويصرخ ويبكي الكهنه بين الرواق والمذبح عشان الله يزور ارض مصر. اذا كان في اضطهادات وحاجات الله بيهز الحش ده عشان الكنيسه تصحى وتطوف، يقولوا ضيق عليهم حتى يصرخوا ويرجعوا. الله بيعمل كده عشان هو عايز يبارك، لكن الكنيسه للاسف مش عارف لسه برضه الوحده منقسمه، لسه مش واخده بالها ان الله عايز يبارك وعايز يعمل، وكله بيحاول يكون في اتجاه كده بعيد عن مجد الرب. ومجد الرب مش هيمكن يظهر ابدا الا لما تكون تتفاعل. الرب يسوع قبل ما يروح للصليب عشان يتمجد الابن على الصليب دخل جثماني وصلى. الصلاه هي القوه المغيره لارض مصر. عشان كده المؤتمر بتاع الصلاه ده اللي كان معقول، وفي ناس من كل بلاد العالم وبتشارك عشان ارض مصر، ده شيء رائع وجميل، شيء رائع وجميل انك تستفيد انك فعلا تعرف المكان اللي المفروض تكون فيه عشان الارض تيجي تتغير عشان الله يعمل. الله بيدافع في ارض مصر لو انت خدت بالك يا دكتور اكرام عن حقنا، مش من الناس داخل الكنيسه، من خارج الكنيسه. وبص تلاقيه جايب الكتاب وقاعد مع القنوات الفضائيه المصريه وبيتكلم بيدافع عن الحق. وشفنا ناس كثيره بتكتب مقالات. نعم. لكن انا بصلي ان ربنا يخلي الناس القاده الكبار تتحد وترجع الكنيسه بقوتها عشان تقدر تغير الارض كلها، مش شعب مصر بس، كل بقاع الارض. الارض دي ارض ملك، هو الارض دي هو ممكن يظهر بمجد بطريقه رائعه وجميله، بس احنا سبب معطل. سبب المعطل ان احنا مش وحده في الكنيسه، عايزين نتحد. أنا ربنا يدينا اتحاد. بتفق معاك يا أخي سمير على حاجة في منتهى الأهمية وبنذكرها كشرط تاني بعد القداسة، الوحدة، اتحاد الكنيسة. دي يوحنا 17، ليكونوا واحد ليؤمن العالم. لن يؤمن العالم إلا عندما نكون واحد. ده شرط أساسي مذكور في يوحنا 17. علشان مجد ربنا يعلن لازم نكون واحد. كل الخلافات تذوب، والخلافات امتى تذوب؟ لما يكون هدفنا مجد المسيح. لان سبب الخلافات ايه؟ الذات. كل واحد متمسك انا ذاتي تعليمي،
لكن لما تكون عينينا على المسيح وهدفنا مجد المسيح كل الخلافات هتزول وهنبقى واحد. على فكرة عاوز أقول لك حاجة مهمة جدا يا أخ سمير، عاوزك تخيل معايا كده شوية خراف ماشيين ورا الراعي بتاعها، والبعض راح يمين والبعض راح شمال، والراعي عاوز يخليهم يقربوا من بعض، بيعمل ايه يا اخ سمير؟ انا عاوزك انت اللي تقول مش انا اللي اقول. بينادي على اذا المناداه نفعت حلو خالص انت طيب، لكن اذا المناداه ما نفعتش هيعمل ايه الراعي؟ بس خلاص انت اللي بتقول، انت اللي بتقول. احنا مش عاوزين الكنيسه تتحب بالعصايه، احنا شفنا قبل كده الكنيسه اتحدت بالعصايه، ولما اتحدت المعجزات حصلت والمستحيل اتحقق. احنا عاوزين الكنيسه تتحد زي ما قال الاخ سمير، لما الراعي ينادي، لما الراعي يقول انتوا رعيتي وانا راعي الخراف بدم العهد الابدي ومفيش فروق، كونوا واحد، علشان الجميع لما يكونوا واحد انا اقدر اعلم مجدي. ده اللي بيقوله الاخ سمير. حضرتك قلت في الحد 17 نعم، إذا الصوت ما نفعش هيبقى إيه بقى يا أخي سمير؟ العصا. هيبقى مفيش بديل، ربنا لازم يعلم مجده، وعلشان ربنا يعلم مجده لازم الكنيسة تتحد. أتمنى 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 إننا نتحد بدون عصاية، أتمنى إن إحنا ندوب في بعض بدون عصاية، من غير ما نتحط في النار عشان ننصهر ونبقى مع بعض. الروح القدس يوحد قلوبنا مع بعض ونبقى واحد، ونقول له هدفنا مجدك وهدفنا ان اسمك يتعظم. على فكره اخ سمير، بحسدك على خدمتك في مصر، وبحسدك على اللي انتوا شايفينه في مصر، حقيقي بحسدك. وعاوز اقول لك حاجه، اللي جاي اعظم بكتير جدا 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 من كل اللي فات. كمل. انا من تلاميذك يا رب. ربنا يباركك يا اخ سمير، انا بحسدكم على استخدام الرب الرائع، وربنا هيستخدمكم اكتر واكتر، معاكم بقلبي معاكم بفكري، متحدين معا بروح واحد، لكن انتوا بتقوموا بالجزء الكبير جدا جدا من العمل ومن الخدمه، انتوا ابطال الصف الاول اللي ربنا بيستخدمه. احنا معاكم بقلب واحد، بنصلي لكم بنأزركم، واثقين ربنا يستخدمكم بقوة عظيمة. طلب أخير منك يا أخ سمير، أنك تصلي من أجل وحدة الكنيسة، ومن أجل افتقاد الرب لشعبه، من أجل عمل الرب الوقت اللي جاي، من أجل أمر جديد الرب يصنعه ويعلم مجده فيه، مش لمصر بس لكن لكل بلدان الشرق الأوسط. تفضل يا أخ سمير. يا الاب السماوي، من كل القلب يا رب اشكرك وبعظمك جدا من اجل محبتك الكبيره يا رب اللي اكتتبت في قلوبنا بروح القدس. صلي يا رب ان ابنك فعلا يتمجد في كل مكان يا رب. اصلي يا رب ان اعلانك يظهر من خلال الكنيسه، من خلال اولادك ومن خلال القاده. صلي يا رب انك تزرع فينا يا رب اللهيب ده يا رب، تلهب قلوبنا نحن الوحده، الوحدة يكون ينبغي أنك أنت تزيد ونحن ننقص، ينبغي أنك أنت تزيد يا رب. خلينا يكون الهدف هو إعلان مجدك، إعلان مجدك وإظهارك أنت، أنت اللي تاخد المجد وتاخد العظمة، تاخد كل المجد لوحدك يا سيد، لأنك تستحق يا رب، لأنك أنت اللي دفعت ثمن غالي لأجل الكنيسة، ولأجل الكنيسة في كل أنحاء العالم يا رب تعلن باسمك يا رب. يا رب أنا بصلي لأجل يا رب القادة، إنك يا رب تدي إرشاد وتدي كده يا رب نور، وتدي يا رب وعي، وتدي يا رب كده يعني انفتاح في أذهان المؤمنين كلها، يكون يا رب الشعب والناس والكنيسة والقادة روح واحدة ويد واحدة، وهو إعلان مجدك يا رب. مجدك علينا يرى، مجدك علينا يرى، ويظهر مجدك في كل أنحاء بقاع الأرض يا رب، تشوفك كل الناس يا رب، يا رب كل البشر يا رب يعرفوك أنك أنت الإله الوحيد الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح ابنك هو اللي مات وقام لأجلنا في اسم الرب يسوع. بشكرك وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين.
آمين. آمين. ربي يبارك حياتك أخويا الغالي ويبارك خدمتك وتستمر الرؤية وتستمر مشيئة الرب هي اللي بتعمل وبتعلى فوق أرض مصر. معايا الأخ سامي بديع من مصر، وبعتذر لكل الإخوة إن ده هيكون ده آخر تليفون. أهلا بيك أخويا. ألو. أهلا بحضرتك، تفضل. أخي سامي إحنا سامعينك، تفضل. أخبارك إيه؟ الحمد لله نشكر ربنا. نشكر ربنا يا أخ سامي، مفتقدينك. ربنا يخليك، حلقة جميلة جدا جدا جدا، أنا بشكرك على الحاجات الجميلة اللي حضرتك بتذكرها، ومعاك الأستاذ سامي، ومتشكرين جدا يا دكتور. أنا كنت طلبت ضربة طالع للمنام، ونشكر ربنا ابتدت تتحسن، وطالب في الدكتور تاني إن ربنا يكمل عمل. امين. ربنا يمدد يكمل يا رب. امين. يعني امين. خمسة كده يعني بتتحرك، انما الحمد لله نشكر ربنا وطالبين الدكتور انه يكمل عمل في اسم يسوع. نعدك ان هنكمل صلاه يا اخي سامي، وانت هتواصل صلاه. على فكره ساعات شفاء ربنا بيبقى على مراحل، عارف ليه؟ هو يقدر في ثانيه، علشان خاطر يعلمنا اللجاجه في الصلاه. عاوز يسمع صوتنا، هو بيحب الاخ سامي قوي، فعاوز يسمع صوته وهو بيصلي. فواصل واحنا هنواصل، واثقين ان الرب سمع واستجاب، وان عمل الرب كامل. شكرا ليك يا اخ سامي، شكرا ليك. ربي يبارك حياتك. يمكن وقت برنامجنا خلص. قد ايه فرحانين باللي بيحصل في مصر، وقد ايه فرحانين ان الرؤيه الواضحه قوي في عيون قاده كنايس مصر، حتى وان كان فيها بعض الانقسام، الا ان الرؤيه موحده الكل، حتى لو ما كانتش لسه على السطح. وكان احد الاشخاص اللي بيتنبأوا لاجل مصر قالت ان النهضه اللي جايه جايه من شباب الكنيسه القبطيه. قد ايه فرحت لما سمعت. بصي، مفيش نهضه لمصر من غير نهضه لكل الكنائس. امين. ومش أمين. كل الكنائس وبس، مش الشباب القبطي وبس، لكن والشباب المسلم، علشان نقول نهضه حقيقيه. وده يبقى الشباب لازم يعرف المسيح. في ملايين الملحدين من الشباب في مصر، صلاتنا ان ربنا يتعامل معاهم، وان ربنا يفتقدهم. ما فيش فرق بين عبد المسيح ومحمود اذا كانوا ملحدين، ما فيش فرق. عاوزين نصلي لعبد المسيح، وعاوزين نصلي لمحمود، وعاوزين نصلي ان نور المسيح يشع، ونور المسيح يملى حياتهم وينور عينيهم. النهضة جاية. أمين. لازم نصلي، لازم نتحد، لازم نقوم بالدور اللي علينا. مفيش حاجة اسمها انتظار سلبي. النهضة جاية، أنا مستني. لا، أنا مستني على ركبي، أنا مستني قدام الرب. دانيال مستني الاستجابة على ركبه قدام الرب. منذ صلاته خرج الأمر، ربنا بيستجيب. لكن ممكن تبقى في معطلات من الشيطان، المعطلات دي مش هتتكسر غير بالصلاة. أمين. هننتظر، مش انتظار سلبي، لكن على ركبنا متمسكين بالوعد، بنصلي وبنتمسك بالوعد، وبنقول يا رب انت قلت حقق كل مواعيدك. لكن في بركه عظيمه جايه، في افتقاد جاي. ده ايماننا وده ثقتنا. اشكر ربنا ان ربنا كل شويه بيشجع بيشجع بيشجع. على فكره المؤتمر اللي اتعمل انا حلمت بيه من 20 سنه يا سيدي، وشفته متصور. يعني انا للاسف ما كنتش موجود فيه، لكن ده حلم انا حلمت بيه. انا شفته وكنت مصدقه، وهيتعمل كتير، والمؤمنين هيتجمعوا، ولاد الرب هيتجمعوا، وهيتجمعوا بالالاف علشان يقولوا يسوع يسوع يسوع. ولما يقولوا يسوع، مجد يسوع هيرى. ولما يقولوا يسوع، اصنام مصر هتقع، كل أصنام مصر هتقع. ولما يقولوا يسوع، القيود هتتفك. ولما يقولوا يسوع، الموتى بالذنوب والخطايا هيقوم. أمين في اسم يسوع. أمين. ده وقتنا حبيبنا لطلبات الصلاة، وشاركونا في خلال الأسبوع. كل الأحباء في الكول سنتر مشكورين على خدمتهم، قد إيه بيشجعونا أن هم بيستجيبوا للطلبات، وكمان بيصلوا مع كل المتصلين، واللي اسمه حابب يتعرض خلال برنامج قوة الصلاة بيكونوا مهتمين جدا ان يوصلوا لنا الاسامي دي بكل طلبة. وده وقتنا دلوقتي مع طلبات الصلاة. اتفضل. انا هاخد البعض، وانا شايف في طلبات صلاة كتير كمان جايه لنا على الهواء، برضو ارجو انك تشاركي فيها. طبعا. الاخ صفوت طالب صلاة من اجل اسرته،
وعنده مشكلة، من فضلكم اللي بيسمعوني وعلى قلبهم خدمة الصلاة يسجلوا الأسماء دي علشان خاطر يصلوا من أجلها طوال الأسبوع. وعنده جلسة مهمة وصلاة من أجل ابنه بسادة ومريانه وزوجته مريان، أمين ربنا يتمجد في حياتك يا أخ صفوت. كورولوس بيعاني من الإدمان، يا رب يا رب مد إيدك وحرره. شيء صعب إن الواحد يشوف شاب مدمن، الشيطان بيسلبه كل حاجة، مسلوب الإرادة. ربنا يفك ويحرر، ربنا يفكك ويحررك يا كورولوس. أيمن طالب صلاة من أجل إنه عنده مشكلة في أسرته وفي الكويت، ربنا يحل المشكلة. عدلي طالب صلاة من أجل إن الرب يتدخل ويقوده في كل أموره، ربنا يتم مشيئته في حياتك. برونيا طالبة صلاة من أجل زينب مريضة بالسرطان. يعني برونيا بتصلي من أجل زينب، أنا بشكرك يا برونيا من أجل قلبك المثقل، وخلونا نحط زينب قدام ربنا ونطلب إن ربنا يمد إيده ويتحنن عليها ويشفيها من السرطان. بنت الرب طلب الصلاة من أجل أبانوب إن الرب يديله شغل، يفتح له باب الشغل. في طلبات صلاة كتير من أجل المخطوفات في مصر. إحنا الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن المخطوفات وقلنا إن في لستة هتحط وهنكتب جنب كل اسم رجعت 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 رجعت. بنصلي من أجل بنت إنا، فاكرة اسمها يا ساندي؟ أميرة جرجس. أميرة بتاعت أميرة دي الأقصر. دي الأقصر التانية. مارينا. مارينا. مارينا نشأت. بنصلي من أجل مارينا إنها ترجع بسرعة. بفضلكم حطوها في الصلاة قدام الرب. أشكر ربنا من أجل أميرة إني ربنا أنقذها، ونصلي إن ربنا يفتقد وينقذ مارينا. تفضلي يا ساندي وأنا بعد. أوكي، في بعض الطلبات معنا. الأخ أيمن من أسيوط طالب صلاة لأجله هو وزوجته لأن عندهم انزلاق غضروفي، بنصلي لك أخوي الغالي أنت وزوجتك. الأخت تريفينيا عندها بتطلب اذكرونا في صلواتكم. الأخت هويدة طالبة صلاة للشعوب في كل العالم ومن أجل الغلاء لأن الناس تعبت، وده حقيقي. إحنا بنصلي أن كل الأزمات الاقتصادية تبقى مش موجودة، بمعنى امرأة صرفة اللي كان ما عندهاش حاجة خالص لكن فضلت البركة في بيتها، ونفس الحكاية مع المرأة الشنامية. الغلاء والممكن يكون المجاعة في كل العالم لكن بيوتنا تكون سبب بركة لينا وكل اللي داخلها. أمين، بنصلي إن ده يكون الحال. في صلاة لأجل الملك المنتصر، من أجل واحد اسمه الملك المنتصر طالب من أجل سلام مصر وشعبها وتبدد مشورة أعدائها. الأخت فيولات طالبة صلاة من أجل شفاها وحماية لبيتها وزوجها وأولادها ونجاح روحي وعملي. باب السماء طالب صلاة أن نذكره في صلواتنا. الأخ مجدي برضو طالب صلاة أن احنا نذكره في صلواتنا. أمين. احنا وقت حلقتنا انتهى، لكن بسرعة كده هذكر بقية الطلبات. واصل صلاة من أجل جودي بنت أخ حبيب لدي، ربنا عمل معجزة كبيرة الوقت اللي فات، إن ربنا يكمل المعجزة ونشوف جودي بتجري بنعمة الرب. توما طالب صلاة من أجل إنه هو مريض وبيثق في الصلاة. منال طالب صلاة من أجل مينا ومارينا وإستر. أندرو طالب صلاة من أجل إيجاد الرخصة لأنه فقدت، مش عارف رخصة إيه. أمين. مارسيل طالب صلاة من أجل إنصاف، عندها مشكلة في الشريان الأورطي. شحاتة طالب صلاة من أجل الأرق. فضلكم اكتبوا الأسماء دي، مارسيل، شحاتة، أندرو. إيلاريا طالبة صلاة من أجل جورج عطية للشفاء، من أجل جون وماريا وأنجلا، ومن أجل صمويل. مسعود طالب صلاة من أجل أنه عنده مشكلة في القولون. عماد عنده صلاة أنه عنده مشكلة الخوف وخوف شديد. صبري طالب صلاة من أجل ورقه، من أجل ساندرا وجوليا عندها حساسية في الصدر. كارم طالب صلاة من أجل فرصة عمل. ميشيل طالب صلاة أن الرب يتدخل في أموره الأسرية. روماني طالب صلاة عليه حروب من إبليس. حقيقة طلبات كتير، هكتفي بهذا القاتل، الوقت خلص. تعالوا نحط الطلبات دي قدام الرب ونقول يا رب من فضلك اتمجد، من فضلك اسمع واستجيب. يا رب احنا بنحط كل الطلبات دي بين إيديك، أنت تصنع الآن أمر جديد يا رب. أنت
جاي بموسم جديد للحصاد، موسم جديد بالبركة يا رب. بارك يا سيد الرب، بارك ليعلم الجميع أنك أنت الرب وأنه لا إله غيرك يا سيد الرب. أنت الإله الذي يجيب من السماء بعظمة بمجد غير عادي يا رب. بنحط كل هذه الاحتياجات بين إيديك. المريض يشفيه يا سيد، اللي عنده مشكلة حلها، اللي عنده احتياج مادي سدده. بنصلي يا رب من أجل كل البلاد العربية يا رب، من أجل افتقاد إلهي الوقت اللي جاي، من أجل نهضة يا رب، من أجل الشباب يعرفوك يا رب ويتعرفوا عليك ويصيروا ملك ليك. ما يبقاش شباب ضايع، لكن يبقى شباب مخلص ملك الجلالك، مجدك عليه يرى، ليرى مجدك يا رب على أرض مصر، ليرى مجدك على كنيستك يا رب في منطقة الشرق الأوسط. عظم صنيعك يا رب. نصلي وكلنا إيمان وثقة إنك سمعت واستجبت ولك كل المجد. آمين. أحب أن نشكركم لأجل متابعتكم، ونشوفكم الأسبوع الجاي. سلام. تعبان انا ومكسور، وانت الشفا في ايديك. مهموم انا وبرمي كل همومي عليك. محتاج انا وعشمان الاحتياج فيك، وفي احتياجي وضعفي برفع صلاتي ليك. وانا بصلي واقف على الباب ومستنيك يا سامع الصلاة. عشان انت الاله اللي ملناش سواه، ايماننا فيك وفي قدرتك بيمنحنا الحياة. وعشان انت الاله ايماننا فيك وفي قدرتك بيمنحنا الحياه.